أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيلا. طبعا نحن بنعتذر كثير عن الحلقة الماضية، المفروض الـ24. طبعا أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيلا. طبعا نحن بنعتذر كثير عن الحلقة الماضي من عندك الصوت اسفين كثير على العطل الفني، اسفين كثير. اهلا وسهلا فيكم اعزائي المشاهدين بالحلقه هاي. المفروض الحلقه الماضيه كانت تكون مع أويس العمري، يعني أوس العمري، آسف، أوس العمري، بنفس الموضوع عنصرية الأديان، لكن للأسف الأخ أوس كان عنده ظروف وما قدر يحضره، ونحن طبعاً يعني بنقدر هالشيء هذا، وبنقدر يعني الحماس اللي كان بده يطلع معنا. بس راح نكون بنفس الموضوع، راح يكون معنا الكابتن دانيال، فخلونا نرحب بالكابتن دانيال. أهلا وسهلا فيك حبيبي. في جان استاذ جان، اهلا وسهلا فيكم، بتشكرك على الاضافه الجميله، دائما معك. يا اهلا وسهلا علاك، وبصراحه انا مستمتع يعني باستضافتك وحكيك اللذيذ يعني اخ دانيال، يعني نحن موضوعنا اليوم موضوع عنصريه الاديان، نشوف العنصريه الموجوده بهالاديان هاي. يعني هلا مثلا اليهود بيقولوا نحن شعب الله المختار، المسيحيين نحن بيقولوا نحن اولاد الله ونحن ملح الارض وهالحكي هذا، والمسلمين بيقولوا خير امه، يعني مثل ما بيقولوا خير امه اخرجت للناس. ف يعني السؤال عندي، تعليقك على هالموضوع هذا، شو شلون بتشوف العنصريه بهالدين بهالاديان؟ عفوا. شوف، هو شكرا أكرر شكري لك على الاستضافة بالبرنامج. جان، هو الموضوع شوي يعني في شوية تعقيدات، ويحتاج إلى شوية من الشروحات لنفهم معنى كلمة عنصرية. لأن اليوم في كتير ناس مثلا بتحكي عن العنصرية، بس هي ما بتعرف شو بتعني كلمة عنصرية. يعني بتقتصر كلمة عنصرية عندها على أنه أبيض أو أسود. أنا مش عنصري، أنا بحب السود، أنا بحب كل الناس. العنصرية عدة أقسام، والعنصرية مجال واسع ومفتوح يدخل بضمنه العنصرية الفكرية، وهي أخطر أنواع العنصرية. وهذه العنصرية الفكرية بشكل عام هي العنصرية الموجودة بالدين أو التي يفرضها الدين بشكل عام. خلينا نعرف بشكل سريع شو هي العنصرية وشو موضوع على العنصرية. العنصرية بتولد بمنظور أحد أفراد الجماعة أو الجماعة كلها مع بعض، بتضرب بعرض الحائط. هذه العنصرية، يعني معنى كلمة عنصرية أو العنصرية، يعني بيضربوا بعرض الحائط كل شيء بتحمله الجماعات الأخرى من أفكار وفلسفات وتاريخ وحياة، كل شيء يعني ضدهم أو لا يتفق مع أفكارهم، بيضربوا بعرض الحائط لا يأخذوا بيه. هذا تعريف بسيط وسريع وشفاف للعنصرية. وهي العنصرية بالأساس مرض نفسي. ليه؟ بس يشوف الإنسان نفسه كامل، فهذا بيعني أنه هو عنده نقص. والعنصرية بتصور لك أنك أنت كامل بالأفكار، بالإيمان، بالمعرفة، وهي بالحقيقة مرض نقص. هذا ممكن المستمع يعني يسأل شو علاقة هيدي المفاهيم بالعنصرية، ممكن يطرح سؤال انه شو علاقة اللي عم يحكيه دانيال حاليا بالعنصرية. العنصرية بتسيطر بمعظم الأوقات على تصرفات أغلبية البشر. جم العنصرية مش محصورة بدين ولا بفكر ولا بمدينة ولا بمنطقة، كل القرى الأرضية بشكل عام عنصريين، كل شعوب القرى الأرضية عنصريين. إنما أنا نوهت وقلت الدين هو أخطر العنصرية، الدين هو أخطر العنصرية. مثلا اليوم بروسيا، بتروح على روسيا بيعتبروك كشرق أوسطي، بيقولوا عنك أسود، بيسموك، أنا عايش بهذه المدن وبيسموك الأسود، رغم أنه أنت منك أسود، يعني أنت منك أفريقي بشكل عام، يعني حامل البشرة السمراء.
إنما عنصريتهم بما أنه هني من شعوب البيض يعتبروك أسود، ولكن أنا أطلقت مصطلح قلت بما أنه هني شعوب بيض، هذه هي العنصرية، إطلاق صفة على الناس، تمييز هذه الناس بالصفة، هذه العنصرية العامة جون الموجودة بيناتنا بشكل عام. أما العنصرية الدينية فهي عنصرية خطرة جدا جدا جدا. ليه؟ لأنه بتقصي الآخر بمجرد اختلافه معك، بمجرد اختلف معك بكلمة بكلمتين بتم استقصائه. اليوم أنت بتروح على صفحتك بتحط منشور بأنه محمد عمل كذا وكذا وكذا، الآخر ما تفكر جاي على صفحتك يناقشك، الآخر جاي على صفحتك يشتمك يتهجم عليك، بعدنا كنا قد شوي رايك بالحديث، يعمل يساوي بده يشيل بده يحط. هيدي العنصرية اللي هي ما بتسمح للإنسان المريض، العنصرية مرض، بأنه يطلع ليش جون عم يحكي، جان عم يحكي، أو ليش جان كتب عن محمد كذا أو عن المسيح كذا أو عن عيسى أو عن موسى أو عن إبراهيم أو عن فلان أو عن فلان. العنصرية مرض يسيطر على الإنسان ويمنعه يتقبل الآخر بأي شيء مختلف معه، شو ما يكون لونه هذا الشيء، شو ما يكون مضمونه هذا الشيء، في بلوك بحطه الإنسان بعقله، فلان عم يحكي عن ديني، فلان عم يحكي عن مذهبي، فلان عم يحكي عن انتمائي، مفروض أن يهاجمه، مش مفروض استوعبه أو أفهم ليش عم يتعامل معي بهذا الطريقة. فبتلاقيه جاي بكلاشينكوف وفايت على الصفحات ونزل قواص يا متخلفين بالنار بجنة. هيدا هو العنصري، العنصري اللي مش مستعد يناقشك ولا يتقبلك. نحن ببعض الأحيان حتى نكون منصفين نحن عنصريين، أنا واحد من الناس العنصريين، يعني بس لقي إنسان عم ينقشني بأفكاره وما عم يفهم فكرتي بلجأ لأسلوب كمان العنصرية معه، العنصرية الفكرية، ألا وهي بلش استهزئ فيه. كلنا نملك هيدي العنصرية، إنما أخطر أنواع هيدي العنصرية هي العنصرية الدينية اللي بتغلق دماغه للإنسان، بتسكر له دماغه. بيولد اليوم، يا ريتهم بفكروا بس بهالثلاث كلمات اللي بدنا نحكيهم هلا. بيولد اليوم الرجل الطفل بمجتمع مسلم ببيئة سنية، جيد؟ بيقاتل بهيدا المجتمع كل عمره على انه مثلا كخلاف اسلامي اسلامي، على انه عمر وابو بكر وعثمان على حق، علي اخطا، الحسين اخطا، يزيد على حق. ما بينتبه انه ربه او ما يسمى بربه ميزه عن 2 مليار بني ادم غيره، بني ادم هي مصطلح ديني، بني ادم عن 2 مليار بشري غيره او 3 مليار او 1000 مليار. ما بينتبه لهذا المسألة، انه انت جيت بهذا البيت بالذات وانت على حق وانت عم بتقاتل انك انت على حق وما عم تسمع للآخر، ممنوع يسمع للآخر. ليه؟ العنصرية من أسس الدين جان، بمجرد ما انه المتدين سمع للآخر كون أكيد بده يصير عنده ضعضع بموقفه، كون أكيد أنت بالأمس كنت مسلم، أنا بالأمس كنت مسلم، استمعت لأفكارك وأخذت بروح رياضية، اليوم مني مسلم، أنا مش مؤمن برب الدين، بس العنصرية بيزرعوها براسك حتى يمنعوك تسمع للآخر، حتى يحافظوا عليك، حتى يحافظوا عليك ويسيطروا بشكل مباشر عليك من دون ما تحس، من دون ما تشعر. خلاص كفار بالجهنم، مسيحي بيعبد الصليب، مسلم عم يعني تتمسخر علي بعبد الصليب، ما انت بتدور حول الحجر. بيستهزئوا ببعض، يعني امبارح كنت عم بحكي في الموضوع، بيستهزئوا ببعض وهم مهزلي، بيستهزئوا ببعض وهم مهزلي. اليوم أنا بس بدي هاجمك يا جان، مفروض أني ما يكون عندي ثغرات قاتلة، مش ثغرات عادية، ثغرات قاتلة. شو يعني ثغرات قاتلة؟ بس إجي يقول أنت بتقعد بترك على الصليب مثلا، بدي أحكي على التنافس العنصري بين المسلمين والمسيحيين، أنت بترك على الصليب فبيطلع فيه التاني بيتمسخر علي، ما أنت بتروح بتدور حول الحجر وبوز على الحجر، بيقعدوا بيتنازلوا ببعض، انت بتبقى قاعد هيك حاطط ايدك على خدك، قاعد هيك العادي وعم تسمع لهم، مبسوط فيهم، مبسوط فيهم، بتطلع بخلاصه، بتطلع اوتوماتيكيا بخلاصه انه هول اثنين مجانين، مستحيل يكونوا عاقلين. انت عم بتهاجمه وانت عندك نفس المساله، انت بتضحك على البوذي انه عم يعبد صنم بوذا، طب انت عم تعبد صنم المسيح اللي هو الصليب، بيجي بيقول لك لاهوت وناسوت والى اخره، يعني انه له تفسير فلسفي ليس بمنطقي انما فلسفي، مثل موضوع الروح تفسيرها فلسفيا يعني. فبتلاقيه خلص متكمش بما ربي عليه، متكمش يعني. حتى الملحد بعض الأحيان، هذه صرت ملاحظها أنا كتير، يعني بتلاقيه عم بيهاجم الدين، فبيلاقي شخص مسيحي عم بيهاجم المسلمين،
تتحرك داخله العصبية العاطفية، فبتلاقيه بينتقل من مهاجمة المسلمين بلش يهاجم المسيحيين. ليه؟ لأنه حس أنه التركيز على المسلمين. ليه؟ رغم أنه ملحد. تتحرك بداخله العنصرية العاطفية، حتى بالعاطفي يوجد عنصرية. الأم عنصرية، الأم عنصرية بالتمييز بين ولد وولد، وهو مش موضوع شامل طبعا، لأننا نحكي بمرحلة من المراحل. أنت اليوم عندك 3-4 أولاد، ولدك الصغير مميز عندك، هي عنصرية. إنما لا تقارن طبعا، حتى ما يفهم كلامنا غلط، لا تقارن بعنصرية الدين. الدين مشكلة، وكل دين جون إجا بشكل يعني ضرب بعقل. لك الدين أكبر تمثيلية. ليه؟ كل الأديان إجت منادية بالأخوة والمساواة وتحقيق العدالة الإنسانية تحت غطاء شيء اسمه الشرائع السماوية اللي نزلت بالباراشوت، قرآن إنجيل توراة، كله نزل بالباراشوت. هذا الباراشوت هو جبرائيل. تعرفوا الباراشوت شو هو؟ هذا بس ينطوا بالمظلة من طيارة يفتحوه، عرفتوا؟ كل هذه الكتب السماوية نزلت. إذا طيارة بتعرف المصطلحات هاي. لا نشرح لك المصطلح. هذا الباراشوت طيارة الحربية بس تنطر. مظلة أوكي مظلة. فهذه الشرائع السماوية يعني الأديان إجت تحت عنوان منادية بالأخوة بالمساواة بتحقيق العدل الإنساني تحت غطاء شيء اسمه شرائع سماوية نزلت من السماء بمظلة. والشرائع الحاكم صاحب التشريع يعني من موسى لعيسى لمحمد ميز قومه مثل ما بيطلع مثلا معمر القذافي بيقول يا شعب ليبيا العظيم، مثل ما بيطلع بمصر مثلا حسني مبارك قديما يا شعب مصر العظيم، مثل ما بيطلع بسوريا مثلا يا شعب سوريا العظيم. ميز، او بالعراق عشان ما يقولوا انه حكينا على الموضوع. كل الخطاب في فن ما بننتبه له نحن، انما هو له تأثير النفسي، تمييز شعبك، تمييز التابعين لك للسيطرة عليهم. اجى التوراة قال لهم انه انتوا القصة كلها وانتوا الفيلم كله وانتوا المسرحية كلها. راح التوراة، اجى هذا عيسى بده يعمل ويساوي بالتوراة، بده يصلح بده يعدل، قالوا له طويلة معك، صلبوه. كمان ميز وتلاقي لهم انتم ملح الارض، ميزهم اعطاهم تمييز. نحن القصة كلها. أتى محمد كنتم خير أمة أخرجت للناس. هلأ بدناش نفوت بالتفاسير بس رد سريع عشان ما يلعب على الكلام ويشتزأ من الكلام. المسيحيين بيقولوا أنه أنتم ملح الأرض، معنية بالناس اللي كانت مع عيسى ابن مريم، معنية بس بالناس اللي أدى أحد التفسيرات اللي بتقول أنه المعنيين بس الناس التي كانت موجودة مع عيسى ابن مريم. يعني حتى عيسى ميز 12 شخص عن باقي الناس، العنصرية الموجودة عنده ميز أتباعه. إذا صح هذا التفسير، أنا ما هاجم، أنا عم بطرح فكرة. إذا صح التفسير بأنه عيسى قال 12 شخص اللي كانوا معه أنه أنتم ملح الأرض، إذا حتى هذا عيسى ميز التابعين له فقط. هذا يسوع الدلوع يعني يعني قصة فيلم بدناش ندخل فيها. لا خلينا بموضوعنا عشان ما ما ما, ما يبطحوا فينا على الأسئلة والأجوبة. كلنا جون عنصريين بشيء بسيط، إنما تختلف عنصريتنا من شيء إلى شيء. أنا مثلا عندي 3 أبناء، أنا مش عنصري مميز، إنما هي عنصرية إني مميز آخر الأبناء بدلعه تحت عنوان. ليك في كلمة يمكن بتختصر موضوعنا، هذا السؤال بتختصره بكلمة موجودة بمجتمعنا بشكل كثيف ما بننتبه لها. شو بيقول لك؟ مسيحي بس منيح. ما في زبارقة معك هاي. مسيحي بس منيح، ابن بيت آدمي بس مسيحي، أصلع بس ابن حلال بالضبط. إخواني بس محترم، يعني مسلم بس محترم. لك هداك الليبرالي بس بيصلي. هي ست، هي بنت بس اخت الرجال. تمييز. هو فلاح بس عنده ذوق. هو صعيدي بس بيفهم. هو ابو بواب بس طلع الخامس على الجمهورية بالامتحانات. هي سمرة بس حلوة. هي محجبة بس كلاس. هي مش محجبة بس محترمة. هو مجتمع عنصري بس ما حدا منتبه. هي مجتمع عنصري بس ما حدا منتبه. وهذه المصطلحات تتداول هلا انا وياك بنحكي فيها ما بننتبه، هلا انا وياك ممكن نسكرها من دون ما ننتبه. انه لك هو مسيحي بس بيفهم. انتبهت؟ في كلمات قاتله، انما نحن ما بننتبه لهذه الكلمات. او عجنا جان
بمجتمعنا ربينا هذا المجتمع على هذه الأقوال أو هذه التمييز من دون ما نحس. الدين ليس المجتمع، المجتمع محكوم للدين. المجتمع الشرق أوسطي، يعني ما بين مني العرب، العرب يروح يحكوا عن حالهم. المجتمع الشرق أوسطي يلي نجح الإسلام بتغيير صورة التاريخ وجعل من لبنان وسوريا والأردن وحتى فلسطين مثلا جعلهم عرب، ونحن لسنا بعرب. نحن لسنا بعرب، ما خصنا بهذا الشغل يلي هنيك شغل. نحن شعوب أخرى وشعوب ذو حضارات أخرى بعيدة عن العرب. إنما الإسلام شوه التاريخ وقت اللي دخل جان ودمج، بطل في شيء اسمه. يعني اليوم في عندك الدول الإسلامية، يعني في مصطلح الدول الإسلامية مش الدول العربية، لأن محدد من هي الدول العربية أو معروف شو هي أصول الدول العربية، بس الإسلام شمل الدول التي ليست بعربية. طب أندونيسيا مش عرب بس مسلمين، بس أندونيسيا مش عرب بس مسلمين، بنغلاديش تركيا، يعني شملهم الوصف بالدول الإسلامية لا يدفنوا تاريخ المنطقة العربية أو الدول الألمانية بالعربية. وهذه واحدة من العنصريات، التمييز. ميزوا الموضوع بأنه هم مسلمين وهنيك مسيحيين. وبالزمانات أوروبا أيضا، بالزمانات أوروبا أيضا الكنيسي، يعني أيضا أوروبا المسيحية. من وين لوين أوروبا مسيحية؟ ما خاصة بالمسيحية أوروبا، يعني أو لو أوروبا مسيحية كنا هلا ما عم نقدر نحكي مع بعض يعني على اللابتوب، يعني لأنه كان هرطقة. عرفت كيف؟ يعني كان بده يخترع اللابتوب، لك شو هاد لابتوب بيحكي يا زي هرطقة، خوزة أولى الزلمي كانوا صلبوه، يعني مثل ما عملوا بباقي العلماء. كلهم ما زمت حدا جون منهم، يعني ما زمت حدا منهم. يعني للأسف أخي دانيال، يعني أنا هلا عشت بأوروبا وعشت بالشرق الأوسط طبعا موطني، الكم العنصرية الموجود عنا بالشرق يعني شيء عجيب، وهو سبب الدين. يعني هلا بأوروبا مثلا الدول العلمانية اللي تعتمد بنظام الحكم عندها على النظام العلماني، في عنصريين بكل تأكيد، بكل مكان في عنصريين، في نسب عنصرية كمان، بس بتلاقي النظام العام مو عنصري. النظام العام يعني ينظر لكل المواطنين كأسنان المشط، يعني ما عندهم زيد وعبيد. يعني حتى مثلا هلا هون ببريطانيا رئيس الوزراء ذات نفسه يخضع لكل القوانين. يعني فالمشكلة عنا هي عنصرية دينية بحتة. الحروب اللي عم بتصير عنا ابتداء من الصراع العربي الإسرائيلي خلينا نقول، أو وهل الصراعات اللي عم نشوفها كلها وراء يعني عنصرية دينية بحتة. طبعا أنا قلت أنه تختلف العنصرية من إلى، يعني أنت عندك عنصرية الأم مثلا، عنصرية شوي البي، عنصري شوي 1-2%، هذه عنصرية عاطفية. عنصرية عاطفية يعني بنجي للتبرير، ليش أنت بتميزي ابنك الصغير عن ابنك الكبير؟ بتقلك أنه هذا الصغير بعده كان بده رعاية أكثر. هي عنصرية بالمصطلح، المصطلح هي عنصرية، ما في جدال الموضوع. إنما تختلف هل الأم ما بتسمع لابنها الكبير بتسمع لابنها الصغير؟ لا، بتسمع للكل. هل الأم إذا شافت ابنها الكبير جوعان ما بتطعميه بالطعم الصغير؟ لا، بتطعمي الكل. هل الأم بتعمل طبخة لثلاثة أربعة وللصغير بتعمل له طبخة خاصة بالبيت؟ لا، بتعمل طبخة واحدة للكل. إذن هي عنصريتها 1% من أصل معنى العنصرية. أما الدين عنصرية قطعية ما في مجال للنقاش فيها، ما تسمع للآخر ببساطة، ما تسمع للآخر. يعني أنا ربيت بمجتمع مثلا، خليني أحكي عن نفسي مثلا، في واحدة من المسائل بقول لك يا خال شو موضوع المسيحيين لك؟ كتابهم محرف. تعال كتابهم محرف. بروح أنا عم بحكي مع مسيحي، كتابكم محرف، خلصنا خلص. لا تحجم الأمور، لا تحجم الأمور، ما في شيء تاني. انتهينا، كتابكم محرف. طب وبحمل هذا القول وبمشي فيه، بحمل هذا القول وبمشي فيه، لا تفكير، لا بحث، لا تدقيق، لا قراءة، لا ولا شيء، خلص ولا شيء. وصلني خبر من خالي اللي هو شيخ انه كتابه محرف، هو جماعة زهران. انتهينا، هو جماعة زهران، ما في مهم، ما في امام، يعني ما في اسلوب البحث المعرفي على الاطلاع. هذه هي العنصرية الدينية. والدين بلا عنصرية بنفسه يسقط، مستحيل يستمر. والدليل اليوم، هذا أكبر دليل اليوم، اليوم في شيء اسمه فيسبوك، تويتر، هانج أوت، القصص هذه، مواقع التواصل الاجتماعي،
اصبحت انت عم تطرح فكره عم بتقول قالت بين معي انه هذا يسوع شخص مش طبيعي. كان في ناس عم تيجي تشتمك، بس من بين قول من بين كل ألف واحد في شخص اجى عم بيناقشك، هذا هو المطلوب انه يناقشك. ناقشك مره 2 3 4 تابع لك منشور 2 3 4 وصل لنتيجه انه في شيء خطا، في شيء خطا. تجرد من العنصريه، انما بيضل يملك شيء اسمه الله عاطفي، وهذه هي الموضوع الخطر، الله عاطفي. لانه نحن بنتعامل مع مسائلنا كلها جد بالله عاطفي. اي موضوع بدنا ننجح بالبحث فيه، اولا علينا التجرد من العنصريه، ثانيا علينا التجرد من العاطفه. مثل القاضي بالمحكمه بيجي قدامه شخص مقتول، يعني بيجوا ناس بيقولوا فلان قتل فلان مثلا، القاضي ما بيعني القاتل والمقتول، القاضي اللي بيعني القضية التي أمامه، بيتجرد عن العاطفة، ما بيتعامل معه كإنسان. يمكن يطلع المقتول معتدي بنظر القاضي نتيجة معطيات، لو حكم عاطفته القاضي أو شغل عاطفته رح يطلع المقتول مظلوم، إنما المعطيات بعكس هذا الموضوع. المتدين يتعامل مع الموضوع بهيدا الشكل، يتعامل مع الدين بأنه الدين عاطفي عاطفي عاطفي. ليش عم تحكي عن النبي هيك؟ ليش عم تحكي عن عيسى هيك؟ ليش عم تحكي عن فلان هيك؟ ليش عم تحكي عن النبي؟ يا حبيبي اقرأ، اقرأ انا شو عم بكتب. طيب انا ايش نبي اللي كتبته؟ كذب ما كتبته. انا عم اقول انه انتو جماعة كذابين، الموضوع مش هيك، الموضوع هيك. انت عم تقلي في الله، انا عم لك ما في الله. مش تجي تقلي لعنة الله عليك ستدخل الى جهنم. شو عملت انت؟ انت انسان فارغ، انت انسان فاشل. تعا اتناقش انا وياك بموضوع في الله ولا ما في الله، محمد كان نبي ولا محمد ما كان نبي. لكن العنصريه الموجوده تفرض عليه جان انه ما يسمع لك. مستحيل يسمع لك، من انت حتى يسمع لك؟ من انا حتى يسمع لي؟ بالضبط بالضبط. يعني موضوع انجيلكم محرف عند المسلمين، يعني يتبجحون بهذه الكلمات انه يا أخي إنجيلكم محرف. وأنا لا أدافع عن المسيحية طبعاً، المسيحية لا تعني شيء بالنسبة لي، خرافة أخرى يعني. بس المسلم لما بيقول إنجيلكم محرف، يعني في سؤال بديهي يطرح نفسه مباشرة، يا أخي أين التحريف؟ أعطينا أين التحريف إذا بتقول محرف؟ ما عنده يعني، لا يفكرون أصلاً بالجواب المسلمين. على كل أخي خليني أعقب لك على شغلي. أنا بعض الأحيان بحب كون استفزازي بالحديث حتى الآخر ينتبه أنا ليش عم بستفزه. الأسلوب الاستفزازي أسلوب خاطئ، إنما مطلوب ببعض الأحيان حتى تلفت نظر المستمع لمسألة. اليهودية بدأت بالعهد القديم توراة وإلى آخره بشرائع، شرائع شرائع شبيهة بشرائع الإسلام. الفرق بينهم يعني ضئيل جدا جدا. إذا بتراجع الشرائع اليهودية بتلاقيها متطابقة للشرائع الإسلامية. وحتى اليهود ما بيأكلوا لحم الخنزير مثلا. بالضبط. هذه من المسائل يعني. الخمر محرم عند اليهود، الخمر محرم عند اليهود. إجا شخص اسمه عيسى بن مريم، قال لهم قليل منه يفرح قلب الإنسان. بمفهوم اليهود هيدا الرجل تعدى على معتقد اليهود، نبي مش نبي، الله شخصيا ما بيفهموا الجماعة، عنصريتهم ما سمحت لهم يفهموا. مثلا عم نحكي مثلا مين هيدا بمين هيدا، خدوا اصلبوا. عرفت كيف؟ اخدوا وعملوا فيه اللي عملوا فيه. يعني انا كنت بدي اقول لك نكتة اخر الحديث، بقول لك يا ان شاء الله نكتة بشعة يعني الموضوع اصلبوا يعني. المهم اذا بشعة خبيه لا مش بشعة، هي حلوة بس انه مزعجة شوي. المهم اتى المسيح بالشرائع اليهودية، الرجم موجود، رجم الزانية. اجى المسيح وقال لهم وقفوا الزاني. اذا هيدا الرجل بالمفهوم اليهودي تعدى على شرائع اليهود تحت اسم أنا ابن الله أو أنا الله شخصيا ما بعرف. بعد اليوم يعني صارنا عمر عم نبحث هو الله هو ابنه هو الروح، ما عم نفهم ولا بدنا نفهم هذا الموضوع خلص. يعني ما وصلنا لمرحلة ما عادش بدنا نحكي بموضوع هو الله ولا ابنه ولا الروح، يعني حيصير عندنا عادي نفسي من الموضوع ما عم نفهم أي واحد فيه هو، ما بدناش نعرف خلص. هن ثلاثة بواحد يسو بس. فأنا خلص أنا موافق على أنه هن ثلاثة واحد، ما في عندي مشكلة بالموضوع. هيدا الرجل تعدى على هيدي الشرائع
تعدى على هذه الشرائع، مثل ما نحن هلا بنهاجم الشرائع الاسلاميه المسيحيه اليهوديه. عيسى ابن مريم نفس الموضوع، اجى متعدي، هو متعدي على الشرائع، ناس مؤمنه بهذه الاحكام، جاي انت بتقول لهم انا نبي، انا ابن الله، انا الله، ما بعرف شو قال لهم، بدي بطل هالقصه هاي، بدنا ننزل شرائع جديده، قاموا اخذوه وعلقوه على الخشب، خلصوا منه يعني. تمام، هو المتعدي عليهم. مع مرور الوقت نشأت شيء اسمه الديانة المسيحية، وضعفت الديانة اليهودية، صار فيها استضعاف للديانة اليهودية. ليه؟ لأنه المديانة المسيحية بهذاك الوقت جان أتت بشرائع تتوافق مع الإنسان، مع تطور الإنسان. بمعنى ليش عم ترجموا الزانية؟ خلاص تركوها منا لله خي، تمام؟ ليش عم بتحرموا الخنزير؟ ما في شيء مبين غلط بالخنزير، كلوا، وكل ما يدخل بفم الإنسان طاهر، بمعنى آيات الإنجيل يعني. فتناسبت مع المجتمع هذه الآيات، تناسبت مع المجتمع، هذا الكلام تناسب مع المجتمع، هذا القانون تناسب مع المجتمع، فنشأ هذا المجتمع المسيحي. أتى الإسلام، أتى محمد. انتبه، اللي عملوه اليهود بعيسى المسيحيين عملوه بمحمد. هقول لك كيف. أتى الإسلام قال لهم الخنزير حرام، تعدى على الشرائع المسيحية. الخمر حرام فاشتربوا رجس من رجس الشيطان، ايضا متعدي على الشرائع المسيحيه. يعني الله بعث لنا قانون، جيد، الله بعث لنا قانون، بعد بيومين لغى القانون من نبي لنبي، يعني صارت القصه اشبه بهيك اكثر، راحت المسيحيه لابعد من هيك، محمد ليس بنبي، يعني راحوا لابعد من هيك، بما انه الشرائع بطلت متوافقه مع الشرائع المسيحيه، ذهبوا الى نفسه لهذا الرجل، خلص مستحيل يتقبلوه، انت جيت بقانون جديد، محمد أتى بقانون جديد، مستحيل يتعبون. هلا احنا بعدنا ضمن موضوع العنصرية الفكرية جان، عم نحكي عن موضوع العنصرية الفكرية. هيك الأديان ألغت بعضها البعض ودمرت بعضها البعض. هلا اليوم المسيحي مثلا، أنا مش أنا عم صوب على موضوع المسيحيين، لأني بالمجموعة اللي ثلاث أيام متفرغ بس للمسيحيين، لأنه حسيت إنه المجموعة أصبحت مسيحية، وهي مجموعة إلحادية، ونحن إدارة إلحادية. عرفتي؟ فعم حاول رجع لون الموضوع. اليوم المسيحيين مثلا، هذا رشيدوف، عرفتوا لرشيدوف الاخ رشيدوف، بيقول لك معقول المسلمين بيؤمنوا انه محمد قعد ببطن امه 4 سنين؟ لا مش معقول. بس معقول انت بتؤمن انه في مره خلفت بلا زلمه؟ بالضبط. ما عليه صباحه يعني، صباح الخير شوي يعني، احترمنا شوي، احترم العقل، شو بدي بالمسلمين وشو بدي بالمسيحيين، احترم العقل. طيب اليوم بيقول لك معقول النبي تجوز 9 نسوان؟ لا مش معقول يا رشيدوف، أنا مدلع رشيدوف يعني، هو اسم روسي يعني، هو رشيد. لا مش معقولة. بس معقولة أنت مؤمن بأنه سليمان تزوج 700 امرأة؟ يعني مؤمن بشيء يعني، كيف التناقض هذا؟ بيقول لك ما هو ما دخل عليهم، هل هو دخل على 700 امرأة؟ معقولة نبي ارتكب حرام؟ أين حق المرأة بالدخول عليها؟ حتى التبرير فاشل يا رجل، التبرير فاشل. بيقول لك سليمان تجوز أو ملك 700 امرأة، بس هل هو دخل عليهم؟ يا أخي ما جوزاته حق الشرعي بجميع الشرائع الإبراهيمية، إنه جماعة، عفوا على التعبير يعني، إذا فيها بنات بيستحوا مثل مين، حق الشرعي إنه جماعة. هل هيدا النبي المعصوم من عند ربك، الممثل الرسمي لربك على الأرض؟ النبي هو الممثل الرسمي لله، هذا هو النبي يعني. شو هو النبي؟ النبي هو الممثل الرسمي لله. هل الممثل الرسمي لله على الأرض ارتكب كذا وكذا وكذا، وارتكب خطأ من طرف؟ فإذا في تناقض بالناقد، عنده الناقد يملك كم كبير من التناقض. إنما العصبية قلت لك وبرجع بكرر، والتعصب الفكري جان يمنع من الإقرار أو الكلام بحقيقة الأمور أو التجرد بالتفكير. وطرح نصل عن هذا الأخ رشيدوف يعني، إنه بيقعد بيهاجم محمد، روح يا حبيبي اقعد ببيتك، روح اقعد ببيتك، شو بدك بهالقصة؟ أنت ما خصك بهذا الموضوع، أنت مؤمن بأنه الله تجسد بإنسان والله نحط على خشبة وأكل قتلي بالشارع بشوارع فلسطين، انضرب هذا ربه أكل قتلي بشوارع فلسطين، تصحصح له يعني من الآخر، بنفهم علي يعني. أنا بعدني شوي دانيال يعني، مشان ما ناخذ موضوع السؤال هذا أخذ وقت كتير، ف يعني برأيي أنا هلا الحرامية لما بتقتلوا أو لما بده يجي يتقاسموا السرقة بتبين مين الحرامي يعني، لما الحرامية بتقتلوا بتبين الحقيقة، وهي اللي صاير بين الإسلام والمسيحية يعني. 100% هذا الكلام 100%، بس يبلش الحرامية يقسموا السرقة تطلع الريحة، هيك بنقول ببيروت يعني. بالضبط. هون الحرامية عم يهاجموا بعض، نحن مبسوطين.
ده انا بالنسبه لي رشيد نص الملحدين الحدوا بسبب رشيد بتشكروا لي، عرفت كيف؟ نص يعني انا بضعه وحييه للاخ رشيد اشتغل شغل. انا بالنسبه زي بقولنا بدعيه يكمل لانه في ملحدين عم يلحدوا، يعني عرفت كيف؟ في ملحد، في واحد عم يخرج من الاسلام عم بيحط، عفوا حننهي بهذا الجزء بهذا الكلام، عم بيحط اجره عند المسيحيين بده يفوت، عم يكتشف انه في ناس اللي عم نحكي انه يا اهبل يا هبيلي مؤمن بكذا مش مؤمن، انت مؤمن بكذا وعم بتهاجم كذا، لا او الاثنين في شيء عندهم غلط، والاثنين مش مزبوطين، عم يرجع لورا عم بقول لك انا لا ديني او انا ربوبي او انا خلاص ما عاد مؤمن بهالقصه كلياتها، انا ملحد. بالعكس رشيد عم يخدمنا، رشيد عم بيساعدنا، الزلمه بيساعدنا بشكل كبير. يعني اعتذر انا باسمي وباسم الملحدين كله اتشكر الاخ رشيد. طبعا على دانيال، تتعدى العنصريه الدينيه التمييز بين اتباعها وبين اتباع بقيه الاديان لتصل لمرحله التمييز بين البشر على حسب الالوان، وعندي هنا مثال من الدين الاسلامي بيقول المثل يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فاما الذين اسودت وجوههم اكفرتم بعد ايمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، سوره ال عمران. طيب 106 يوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، سورة الزمر آية 60. فالسواد هنا كان نوعا من العقوبة يعني بعند الله. لا السواد هنا عنصري. كمل السؤال بعد إذنك دانيال، كمل السؤال. فما ذنب سود البشرة في الحياة الدنيا حتى يعاقب بهذا؟ وقال صلعم اسمعوا وأطيعوا، وأن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة، رواه البخاري طبعا هون. ويا ريت تحكي لنا عن هذا النوع من العنصرية، يعني يعني الدين هو اللي يتعنصر على الناس بسبب اشكالهم او لون البشرة. خلينا نقول بحسب النص العنصري هون هو الله، العنصري بحسب النص او اللي قرأته هو الله، والدليل انه قام بوصف اللي حيفوتوا على جهنم او الكافرين بالوجوه السوداء. هل البشرة السوداء معناتها بشرة قبيحة بنظر الله؟ سؤال، نسأل سؤال نحن. هل الاسود انسان قبيح بنظر خالقه؟ هل الخالق يعتبر الرجل الاسود انسان قبيح؟ هل الخالق يتعاطى بالامثلة مع العبد بانه عبد؟ اليس الابيض من استعبد الاسود؟ مش الابيض من استعمل الاسود؟ هو شو خاص يعني هذا التضارب او النص المتضارب ببعضه. يوم تسود وجوه، شو يعني تسود وجوه؟ لأنه بدنا نفهم، خليني اشرح لك شو يعني تسود وجوه. يعني الاسود انسان حقير، عفوا يعني حقير، الاسود انسان منبوذ. رب العنصريه هيدي الايه، ايه عنصريه بكل معنى الكلمه، بكل معنى الكلمه. اعتقد هذا الاله يعني يكون ضرت مرته هي اللي خلقت السود، لذلك هو مش مشكلي مشكلي. يعني هذا نص عنصري بامه وابوه، يعني انه مشكلي يعني كيف يعني تسود الوجوه؟ كيف شو يعني شو المقصود بتسود الوجوه؟ يعني يتحول لنيجر يعني يصير واحد مثل يعني الشعوب الافريقيه بالصومال هذول؟ يعني شو قصتهم هول البشر؟ مش اذا جينا للمنطق المؤمن، هيدي ناس مش مخلوقه من خالقك؟ هيدي الناس مش مخلوقه من خالقك؟ بعدين وين قضيتهم هول الناس؟ السود الابيض من استعبدهم، وهيدي حقيقه ما فيناش نطلع منها. يعني مثل ما الابيض استعبد الهنود الحمر وطردهم من ديارهم بامريكا مثلا، يعني هي واحده من الحقائق. طب وين ربك؟ ربك وين ما يتدخل مثلا؟ وين ربك ما رفع العبوديه عن هيدي الناس؟ يعني اعطيني شرائع من الشرائع الابراهيميه رفعت العبوديه. عيسى امر العبيد باطاعه المعبود العابد. عيسى امر على العبيد بنص انجيلي، تسمعني؟ امره باطاعه العابد، اوعى تصور عليه او اوعى كذا او اوعى كذا او اوعى كذا. فهمت علي؟ امر باطاعته. ومحمد ما في شباب، ما في شريعه ابراهيميه اتت تتكلم عن نص تحرر العبيد او حرروا العبيد. اتت احاديث، احاديث، ما في نص تشريعي يعني، بس نقول نص تشريعي يعني قران انجيل توراه، ما في. ليه؟ لانه لو تفوه احد الانبياء بهذا الحكم لقتلوه بخمس دقائق. رجال الاعمال اصحاب المال المسيطرين كانوا قتلوه. انت اصبحت عم بتهدد سلم وعم بتهدد امن بالداخل من جوا، لذلك كانوا قتلوه بكل بساطه.
بيقتلوه بيقتلوه بيمنعوه. مين ما يكون قرشي بيقرب عيسى يوسف النجار، بيقرب يوسف الحداد، ما بعرف الألقاب، مين ما كان يكون بدهم يقتلوه، بدهم يقتلوه، ما في شيء تقلب الموضوع. تفهم؟ لأنه مس بالأمن، بالأمن. عيسى المرحلة التي أتى فيها كانت أقل عنصرية أو أقل وطئ بالعنصرية إلى أسباب، أنه عيسى ما أخذ المجد الذي أخذه محمد. الآيات التي أتى بها عيسى هي ذات الآيات التي أتى بها محمد لمرحلة المديني، لا تختلف عنها، محبة سلام كذا كذا، مرحلة مكة عفوا، محبة سلام، ادعي إلى ربك بالموعظة والكلمة الحسنة، واواوا. انتقل من مكان إلى مكان، مدينة تتعانى من تخبط سياسي، ذهب إلى الرجل لهنيك، ما في قائد، راجعوا التاريخ اقرأ، ما في قائد. وصل محمد، استقبلوا لمحمد وعينوا. فجأة الرجل لقى حاله مثلا، يعني بحسب السيري، أنا أتكلم اليوم عن السيري، ما عم بحكي كلام من راسي، أنا عم بقرأ التاريخ، السيري السيري ومسند بأحاديث، وهذه السيري إسلامية مش السيري لا يهودية ولا مسيحية. طيب صنع هذا الجيش ورجع، خلينا نحكي شو صار هو راجع على مكة. هل بيعرفوا الأحداث اللي حدثت بطريق رجوعه على مكة هو والجيش؟ ما حدا بيعرفها، ما حدا بيتجرأ يحكي فيها. نورنا أخ دانيال. ما بيتجرأ يحكي. جرائم، مجازر، مجازر حصلت على الطريق وهو راجع. كل من قال له لا، تم قتله، تم قتله. قرى يعني قبائل تم إبادتها. التاريخ الإسلامي أجبن من إنه يذكر هذه المواضيع. تاريخ جبان حقير لا يتجرأ على ذكر هذه المواضيع. لا يتجرأ على ذكر هذه المواضيع. شو عملوا الصحابي؟ شو عملوا الخلفاء من بعد محمد؟ جبناء ما بيتجرأوا يذكروا شو صار. حروب الردة، حروب الجمل، صفين، معارك فيها مجازر، فيها إجرام، فيها داعش بكل معنى الكلمة، بيخافوا يذكروا. على فكرة صحيح التاريخ الإسلامي جبان ما بقدر بذكر هالأحداث، بس لعيونك رح نذكرها ورح نفصلها تفصيل كمان. أنا عندي بالقناة بكرة بدي إياك تشارك على القناة تاعتك، يعني حأعطيك الفيديوهات ترفعها مع قناتك لأنه أقوى من قناتنا، وبعدين بنعمل لهم مشاركة من عندك. نحن عم نحضر 30 حلقة شبيهة باللي عمله حامد عن التاريخ الإسلامي من المصادر الإسلامية. كنا على أساس نبلش فيهم بهذا الشهر بس تأخرنا لضعف المعلومات والمصادر، يعني جبنا كتب كتير، يعني الشباب بعتوا كتب كتير، إنما في وقت شوي بدك تقرأ بدك تتفحص. فهذا الموضوع نحن مخصصين له 30 حلقة مثل ما عمل إسلام البحيري فيهم، يعني نحن محضرين لهم حلقات مرتبة وباستديو كمان، هنكون قاعدين باستديو وحنحكي على رواية. طب برجوع محمد من المدينة إلى مكة، العنصرية الفكرية قادته بحسب التاريخ الإسلامي والمدونات إلى ارتكاب مجازر بالطريق. هو راجع مجازر. هلا بيجي بيقول لي دخل إلى مكة ما عمل شيء بمكة. يا حبيبي مكة، مكة لإله، مكة لإله، فأكيد مش حيجزر فيها لمكة. قال له نذهبوا فأنتم الطلقاء. هذول إرابته، هذا الربع، ما احنا بنقول له الربع تعوله، يعني الحاشي تعيته، كيف بده يجزر فيها؟ وعندما رجع ظهر شيء اسمهم الصحابة. من إن الصحابة؟ ناس اختلفوا مع محمد بمرحلة من المراحل، ناس بدعوة محمد المسمات بالدعوة السرية، وهي ما كانت دعوة سرية، محمد كان عم يدعي، والدليل وجود أشخاص دخلوا معه بالدعوة بما يسمى بالدعوة السرية، الكذب بأنه هي دعوة سرية. في ناس ما آمنت فيه لمحمد، محمد كان عم يلقي شعر عليهم، السجع اللي هي الآيات، ما أنا بسجع، صاروا يتهموا بالسحر. يعني بس دانيال بعد إذنك، مسألة إنه الدعوة السرية اللي كانت عندهم، يعني هل من المعقول يكون في 350 60 إله بمكة ويعني وقريش ما تمنعهم يجي يمنعوا محمد إنه يساوي لحاله إله؟ فهذا أكبر دليل إنه دعوته أصلا ما كان سرية، كانت علنية، بس هن سووا على مشان سووا له دراما، يعني على أساس نعم 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 الموضوع دراميتيك، يعني دراما، نحن نقول لهم بالروسي دراميتسكي، يعني موضوع يعني ليك شعانة. لا مش مزبوط هذا الحكي. محمد أجهر بدعوته وراحوا راح على لخديجة، صار معي واحد ثلاثة، قالت له مشي معي، أخذته عند رجل مسيحي اسمه ورقة بن نوفل، قعد هو إياه. محمد ما حدا قال له أنت نبي، ورقة بن نوفل وخديجة اللي قالت له أنت نبي. انتبه لهذه المسألة، هم اللي قالوا هذا الرجل كلمك جبرائيل، هن اللي قالوا له أنه كلمك جبرائيل. محمد ما معه خبر،
محمد ما معه خبر. وخرج الرجل وبلش يحكي وبلش يقول وبلش يقول. وألد أعداء محمد، مين كان ألد أعداء محمد؟ عمه خيبيه مش مؤمن بهالموضوع. ليه؟ أنا اليوم وقت لي عمي خيبيه عم يطلع عم بيقاتلني أو بيه، في شيء خطأ عندي مستحيل. أقرب الناس لمحمد قاتلت محمد، هذا بالتاريخ موجودة، أقرب الناس لمحمد قاتلت محمد، وما لم تكن مؤمنة برسالة محمد أو بموضوع محمد. طب ليه ما في علامات استفهام بدها تنطرح هون؟ السبب شو السبب؟ ليش اقرب الناس لمحمد ما كانت مؤمن بمحمد؟ هل كانت هيدي الناس عندها علم او يقين بانه محمد مريض نفسيا؟ عم نسال سؤال، نحن ما عم نهاجم، انا عم بطرح سؤال. هل هيدي الناس كان عندها علم ويقين انه محمد حكي كله فاضي فاضي؟ عم بحكي على اقارب محمد. ايمتى هيدي الناس، متى هيدي الناس امنت بمحمد؟ بعد ما رجع محمد من المدينه، رجع معه مدافع، رجع معه طيارات، رجع معه كلاشنات، رجع معه قوة ضاربة الرجل. مين بده يقول له لا؟ مين بده يقف بوجهه؟ رجل كان معه مقاتل، مقاتل. هذا تكذب بالتاريخ، هن بيكتبوا بالتاريخ عادة بعشرة آلاف من أهل المدينة، كذابين منافقين. رجع بعشرة آلاف مقاتل من المدينة إلى مكة، مش بعشرة آلاف رجل وامرأة، عشرة آلاف مقاتل. رجع بجيش عشرة آلاف مقاتل بالجزيرة العربية بوقتها، بتعرف شو يعني؟ قوة، قوة ما فيك ترتاح هذه القوة. 10,000 مقاتل. وأرجع إلى تاريخ العرب، بتكتشف منني أهل المدينة، على المستمع أن يقرأ تاريخ أهل المدينة، أكثر ناس أبادوا بعض أهل المدينة، أبادوا بعض بالحروبات، ناس عندها خبرة قتالية عالية، ناس مجهزين قتاليا، مش أطفال ومش أولاد بيحمل كلاشن بينزل بده يقاتل معك بالشارع وبيقتلك بالغلط، لا، مقاتلين. المدينة بهديك المرحلة كانت تعاني من صراعات بين بعضها. فرجع هذا الرجل بطريق رجوعه إلى المدينة، تغير، عفوا إلى مكة، تغيرت من آيات محبة تاعت ابن مريم إلى آيات خاصة بمحمد، آيات الحرب والقتال والتنازع. خلص ما بقى في مجال للمحبة. هذه كانت العنصرية التي عاد بها محمد. رجع يصفي حسابات، رجع يصفي حسابات. اليوم في رئيس بالزمان الخميني نبذ خارج إيران، الخميني هو المرجع الشيعي بإيران، نبذ هذا الرجل خارج إيران وراح قعد بفرنسا. وقت اللي قعد بفرنسا كان عم بيحضر الرجل لبزنس انه يرجع على إيران. خلينا نشوف بعد ما رجع الخميني على إيران بالثورة شو عمل الخميني. علق شو عمل؟ ما خلى ولا معارض، كلهم زبطهم بالسجون. نفس الأمر حصل مع محمد، وقت اللي رجع جميع المعارضة تم ضربة، كل المعارضة تم ضربة، والمقربين منعا لسفك الدماء بين العائلة الواحدة أعفى عنهم محمد، أو القبيلة الواحدة لأنه ولاء قبلي أعفى عنهم محمد. إذا جينا نظرنا بعد ما مات محمد، إجوا عم يعرضوا موضوع بالسقيفة بني ساعدة، عم يعرضوا الموضوع، فشو بيجي رد أبو بكر عليهم؟ عم يعرضوا موضوع الخلافة. لا ينبغي الحكم، لأنه بمعنى ما بيخرج الحاكم لازم يكون قرشي. اجوا عم يعرضوا انه حاكم مننا وحاكم منكم، قال لهم منا الامراء ومنكم الوزراء، لأنه لا ينبغي الحكم يكون خارج قريش. شوف العنصرية، شوف العنصرية عندهم يعني. لحد اليوم يعني يا ابو بكر يعني خلص يعني اجوا ناس عم يطرحوا انه محمد مات بحسب المصادر الإسلامية السنية تحديدا، لأنه المصادر الشيعية بتنصف هذه الروايات حتى ما حدا يجي يتزاك علي وعليك بعدين بالتعليقات، عرفت كيف؟ فنحن عم نحدد. لا صرنا حافظينهم، يقول لك نحن عندنا الموضوع غير، اوكي خلينا عم نحكي هلا على الأغلبية الكاسحة، ألا هو الإسلام السني، هو أغلبية سياحة كاسحة. ما بنضطر للشيعة لأنه يعدوا أقليات، يعني شو بدنا نحكي فيهم؟ في ناس ما بتعرفهم أساسا. المهم مات محمد، وفي رواية بتقول انه محمد قال لهم اتوني بكتاب اكتب لكم به ما بعرف شو الى اخره، لن تضلوا بعدي، جيبوا كتاب بدي اكتب لكم فيه شغله ما بتضلوا بعدي، يعني بدي احط لكم حاكم يمكن من بعد. فبيقوم عمر بن الخطاب عليه سلام الله شو بيقول؟ بيقول ان الرجل لا يهجر، يعني بمعنى انه النبي خشخش يهزي، هي يهجر لا بالحديث، هي نعم نعم يهزي الى مصدرين، انما موضوع يهجر 31 مصدر، يهزي إلى مصدرين عدلوها عملوها يهجر،
بس نفس المعنى بني. بس يعني كيف بدي لك اكثر ليوني وجماليه جر اكثر مؤدبين. قال لهم هذا النبي خرف اتركوا. فبيقوم محمد بيطردهم، قال اخرجوا عني لا احل لكم التنازع عندي. طردهم، طرد الخلفاء من بعده اصحاب الحكم، قال لهم اطلعوا لبرا ما بيجوز لكم تتخانقوا عندي. اختلفوا ببعض يعني بيموت. فبيموت محمد، بيبقى عنده بحسب الروايات علي بن ابي طالب مكفل بما انه صهره بدفنه وما دفنه. بيطلعوا الخلفاء بيروحوا بيجتمعوا بسقيفة بني ساعدة، وبيجي هذا الذكر هذا الحديث تعمل لك عنه علي يلي بيقول انه لا ينبغي منا الامراء ومنكم الوزراء، انه الحكم لازم يكون فقط للقرشيين. عنصري، قال قول عنصري، ما في نقاش في صديق، قول عنصري ما في كلام، يعني بدنا نوقف عليه هذا القول؟ ما فينا نوقف عليه. يعني انا عم اقول لك ما في حدا يحكم العالم الاسلامي الا السوريين. طب ليه هالتمييز هذا؟ هل الاردنيين واللبنانيين والسعوديين والفلسطينيين وكل العالم ادنى من السوريين مثلا حتى عم تحكي هالكلام هذا؟ طب هات العنصريين طبعا لا مش ادنى يعني. مش نعم مش ادنى الموضوع، مش ادنى الموضوع. هدول الخلفاء الراشدين شافوا انه هن اصحاب فوقيه بالموضوع، هن اصحاب الدعوه، هن من قاتلوا مع محمد، هن من له. فالاسلام بشكل عام هو عنصري، يمتلك تلك العنصريه. نرجع لعيسى بن مريم، لو اخذ عيسى بن مريم القوه اللي اخذها محمد ما كان حيفوش، انما دغري عملوا السليمي معه اليهود يعني عرفت كيف؟ لو عم يتعدى عليهم اليهود ما بيمزح معهم اساسا يعني عبر التاريخ. ما في واحد اجى قال اني نبي الا وقتلوه يعني ما بيمزح. هو اظن ما طول 3 سنين يعني الزلمه. ما في يعني ما في اشاره تاريخيه محدده يعني. الرجل دغري تم التخلص منه، ما اخذ المهل. اليوم المسيحي شو بيقول لك؟ لو بده عيسى ابن مريم لكان عمل لك. شو بدي بلو بده؟ انا بدي باللي صار. جيد اللي بلو. هل لو اراد عيسى ابن مريم لعمل لك؟ شو بدي بلو اراد؟ بدي باللي صار. ما تحكيني بلو، احكيني باللي صار. باللي صار انه هذا ابن ربك او ربك ما بعرف من هو هذا. يعمل لك في عندي صراع مع هذا الموضوع يعني ما عم بفهم. خلينا نقول 3-1 يسو باس. هذا ما بتعرفها هذه الدعايه يسو باس؟ هذا دواء غسيل 3-in-1 يعني هذا دواء فعال. المهم هو هذا هو هذا عيسى كمان يعني دواء فعال للدماغ يعني بينظف لك تنظيف ما بتفهم. المهم بيقول لك لو اراد يا حبيبي شو بدي بلو اراد؟ اللي شو صار معه هذا الزلمه؟ اللي شو صار معه هذا الزلمه؟ هذا الزلمه اتصحصح له بشوارع جرسلين، بتعرف شو اتصحصح له؟ صحصوح هذا بنضرب على رقبته، لطش كم كف على رقبته بشوارع. ما يزعل المسيحي من هذا الحقيقه هذا الكلام، هذه الحقيقه. رب مسح في الارض بشوارع جرسلين، رمي على الارض ودعس على راسه بشوارع جرسلين. هل معقول هذا الكلام؟ هل بيجي المسيحي يا حبيبي ربك صار هذه الحقيقه؟ هذا النصوص من عندك مش من عند امي ولا من عند بي، ربك هيك انعمل فيه بشوارع جرسلين. يا متعصب يا متعصب فكريا، هيدي الحقيقه، هيدي الحقيقه. العصبيه الفكريه ما بتخليه، والعنصريه الفكريه ما بتخليه يشوف هيدي الحقيقه. ربك مسح في الارض تعبير حقيقي ودقيق جون، منه تعبير مجازي. مسح الارض بعيسى ابن مريم بشوارع جرسلين. ليش بتزعل بس يجي يقول لك ان اليهود صحصحوا له؟ هيدي الحقيقه. هيدي هلا لك جان لنقول هلا انا عم بحكي انه هيك في واحد ضربك مثلا، او واحد تعال اعطيك مثلا، خلي المثل علي، في واحد نصب علي منيح، جيت انت اللي قلت لي انا دانيال انت واحد غبي نصب عليك، ليش بدي ازعل؟ هاي الحقيقه، انا نصب علي. انما العصبيه والعنصريه لا كذا. طب هات كيف يصير الموضوع؟ ما حصل مع عيسى ابن مريم مهين انه يوصف بانه ابن الرب، او مهين انه يوصف بانه رب. قلت لك المره الماضيه انا مؤمن بوجود خالق، بس هذا الخالق شويه اشلاعيه يهود يعملوا بهذا الخالق هيك. كم قرد يهودي مثلا حسب ما وصفه القران انه هذول مسخوا قرود وما قرود وما بعرف شو عملوا بالله هيك يا رجل؟ لا يمحز اي ذنوب، ضروري الله يمسح في الارض ليمحي لنا ذنوبنا يا رجل. قلقتي اللي يتحمل لك ما عم بفهم ما عم يعني في تفسيرات جون تخرج عن طور المالوف يعني للاسف اخ دانيال. يعني المشكله انه بالمؤمن عموما بيتعصب لمرحله انه يخلي الرمز الديني هذا جزء من هويته الشخصيه، يعني انه ما عم تتعدى عليه هو شخصيا يعني. مش مستعد يسمع لك جان، مش مستعد يسمع لك، ولا مستعد يسمع اللي انت عم تحكيه. اللي نحن عم نحكيه بيعتبره اهانه. يعني وقت اللي عم اقول انه ربه اكل قتله بالشوارع والدعوس ورمي بالارض ودعس عليه بالارض،
وخوذي اخر شيء يعني صلب. شو يعني صلب؟ خوذي واحد، ما مصطلح واحد، يا خازوق يا صلب. بعدين ما في دليل انه صلب، حكي كتب انه صلب، انا ما كنت موجود ولا انت كنت موجود لتاكد موضوع صلبه. يمكن فطسوه بمي، ما بعرف، يمكن غرقوه بمي وخلصوا عليه وريحوا العالم منه بوقتها، لانه متعدي عليهم بمفهوم العنصري، هو متعدي عليهم، خلصوا عليه للرجل. هل في دليل؟ هل كنا موجودين؟ لا، عم بتعامل مع كتب. والمصيبه التعصبيه، قبل ما اختم هذا النقطه، التعصبيه الاكثر، بيقول لك القران يوجد بنص للقتل، انما الانجيل ما يوجد بنص. انا بقول الله اللي بعرفه بشكره، بسلو اجراء انه ما اعطى المسيحيين نص ليقتلوا بعض، لانه من القرن الخامس للقرن الستة على القرن التسعتاش حرقوا دين بعض بلا نص، ما عندهم نص وحرقوا دين بعض. لو ما لكوا نص هيدي البشر شو كان صار يا جان؟ لو ان النص مقدس شو كان صار؟ لكن اليوم نحن بعدنا عايشين بالقرون الوسطى، انتبهت؟ فبيجوا بيتغنوا انه الانجيل ما فينا يا حبيبي شو يعني، انا بدي غسل له اجراء بكره لله وبوس له اياه. منيح انك ما اعطيت هذه الناس نص، منيح. والداعشيه، لا، العنصريه هي داعشيه والتعصب هو داعش، ما في جدال بالموضوع. لا تفرق بين دين واخر، اليهودي داعشي، المسيحي داعشي، المسلم داعشي. وبرجع بكرر، التغني بانه انا ما عندي ايات قتل، إذا ما عندك آيات قتل وهيك عمال تستحي على نفسك، المفروض إنك تستحي على نفسك، بلا آيات قتل وحرقتوا دين بعض يا رجل. لو أعطيناكم آيات قتل شو كنتوا عملتوا؟ يعني لو يسوع الدلوع مثلا الزلمة مطول أكثر كان لا تخاف، سوى مثل محمد يعني، محمد بدون آيات قتل. فهذا ثلاث سنين يعني أربع خمس سنين باقية لو عايش كان سوى آيات قتل. على كل لو أتى محمد، لو أنه يسوع طول أكثر، المسيح عيسى، أنا ما أؤمن بكلمة يسوع، هذه كلمة يسوع هذه تسمية دينية، عيسى ما ورد أنه اسمه عيسى هذا يعني. مهم، لو طول أكثر جان، أنا عم نبعد شوي على الموضوع بس هو ضمن الصندوق اللي عم نحكي فيه. لو طول أكثر كون أكيد كان محمد بده يجي ليصلح اللي عمله عيسى، كون أكيد، لأنه عيسى لو طول أكثر وامتلك أكثر وقوي أكثر لجزر باليهود، لجزر باليهود. انت عم تلغي شريعه، تعرف شو عم تلغي شريعه؟ يعني انت عندك قوه عسكريه، قوه عسكريه اصبح لديك قوه عسكريه، وجاي عم تلغي قانون. الشريعه هي قانون، لا تاكل هذا قانون، لا تاكل الخنزير قانون، تعاقب اذا اكلت خنزير، لا تقتل قانون، لا تسرق قانون. انت جاي عم بتعدل بقوانين لناس، تفهم علي؟ لو طول اكثر وانطلق القوه العسكريه برحله عيسى ابن مريم كلها ثلاث سنين، مين امن فيه؟ قد لي اياهم، بسمي لك اياهم بالاسماء. ما كانوا 12 واحد، مين آمن فيه؟ الله شخصيا نزل على الأرض، اللي آمنوا فيه ما بيتخطوا ال 50 60 واحد بوقتها، يحرق حريشك يا الله. هذا الله مش مقنع بوقتها كانت، معقول يا رب؟ فعادي يعني، ركزنا هذه النقطة اللي معلد، بعدنا شوي عن الموضوع المطروح، أصلا هيك نوضح شوية أمور، بس هي ضمن الصندوق جان، التعصبي ضمن الفكرة كاملة، ضمن الفكرة واضحة كاملة. خلينا نروح على نوع آخر من العنصرية أخدانيات، يعني خلينا ناخذ النوع، أخذنا نوعين، النوع الثالث من العنصرية، العنصرية الأديان بالتمييز بين الذكر والأنثى. يعني إذا بتقدر تعطينا أمثلة على ذلك، طبعا هو الأمثلة كثيرة مثل ما بقولوا بكل أديان، يعني ما أثروا بموضوع الرجل والمرأة. تفضل. لك العنصرية بين الرجل والمرأة لا تحصى مثل ما تفضلت وذكرت بجميع الأديان، لا فرق، بكرر أني يعني، لأنه في ناس جان عم تستد بالماء العقر، ما العكر معنا نحن، يعني بكرة بيقولوا جان مسيحي عامل هذا البرنامج ليحكي عن المسلمين، فنحن كرمال هيك بلشنا نتوسع بالكلام عن جميع الأديان. وهلا أنا جان ما بكره المسيحيين كمسيحي، أصدقائي مسيحيين، أصدقائي مسلمين، وعندي بعض الأصدقاء اليهود، أنا عم بحكي عن الفكر. فالأديان الثلاثة واختصارا بكلمة الأديان الإبراهيمية ميزت بين الدين راح الإرسال الظاهر من عندك جد ولا ما راح، حاسس إنه راح. فميزت بين الدين بالدين ميزوا بين المرأة، منهم من قال بأنه المرأة إذا حاضت ما تقرب عليها، ومنهم من قال المرأة إذا كذا ما بيجوز لك تلمسها، ومنهم من قال المرأة إذا كذا كذا. يعني الموضوع بشكل عام كان محصور الموضوع ما كان محصور بكل الأديان بشكل عام. أنت حكملت حلقة طويلة عريضة عن الموضوع،
واتكلمت عن الموضوع ألا هو الجسد. فخلينا نختصر الكلام بموضوع الجسد. كل الأديان تعاطت مع المرأة والرجل على أنه هن جسد. إذا جينا لليهود والمسيحيين بيقولوا إذا المرأة ولدت ولد فبتكون نجسة 7 أيام، بمعنى الأي مش حافظة يعني ولا هي دقيقة. أما إذا ولدت أنثى فبتكون نجسة 2 أسبوع. فهيدا واحدة من العنصرية يعني حتى بجسد المرأة. القرآن أيضا يعني وضع المرأة ما بتصلي بفترة الحيض بفترة الكذا بفترة الكذا. كل الأديان بشكل عام الإبراهيمي أساءت إلى المرأة وأساءت إلى الرجل ولأجل الجسد، عم نحكي كجسد، أساءوا لهيدا شو اسمه لهيدا الكائن بشكل عام وحقروا من الجسد. لا بل وصلوا لأبعد من هيك أنهم في بعض الأمور منعوا المرأة مثلا من أن تصلي، منعوا المرأة إذا هي على حائض، منعوا المرأة من أن تصوم مثلا. المناسك خلينا نسميها العبادية حصروها بأنه ما تعمليها إذا كنت نجس، يعني إذا خرج الدم من جسمها ما تعمليها. فكل الأديان بشكل عام حقرت هذا الكائن المرأة أو الرجل. والعنصرية الذكورية بجميع الأديان موجودة دون استثناء، بالقرآن بالإنجيل بالتوراة العنصرية الذكورية والأداة الذكورية. بس خلينا نروح للتوراة والإنجيل، ليش الله رجل مش امرأة؟ ليش عيسى رجل مش امرأة؟ هي عنصرية واحدة من اثنين، ولو كان مرأة هي عنصرية أيضا بحق الرجل. يعني لا هيك بتخلص ولا هيك بتخلص، المفروض يكون يجي مخلوق فضائي ويقول أنا ابن الله وأنا الله شخصيا حتى نطلع من موضوع العنصرية. إذا بما أنك أنت بعثت شخص اسمه ابن الله أو اسمه الله شخصيا بصفة ذكورية مش بصفة أنوثية، إذا أنت عنصر. هذا واحد. اثنين، القرآن أو الإسلام ما في حاجة نحكي كتير بموضوع العنصرية الذكورية بالإسلام. ليه؟ لأنه الإسلام بشكل عام، مش بشكل خاص، بشكل عام واضح بموضوع القيادة الذكورية، الرجال قوامون على النساء إلى آخره. فكل الأديان بشكل عام تعاملت مع الجسد بشكل تحقير لهذا الجسد وحقرت جسد الإنسان. الإنسان هذا الجسد وجسد الفتاة بيخرج منه الإنسان. إذا اجتمع هذا القذر الرجل وهذه القذرة المرأة بحسب الديانات وتجامعوا هيخرج منه الإنسان، وهذا الإنسان ممكن يشكل للبشرية. هذا الجسد هينتج الجسد ينتج جسد. فجميع الأديان تعاطت مع الإنسان أو الجسد الإنساني بشكل تحقير لهذا الجسد. إذا كنت عم بتصلي يعني عفوا بالتعبير وهوات يعني باللغة اللبنانية ضرطت يعني لما في ناس حتضحك يعني فبطلت صلاتك. ليه؟ ليه؟ إذا كنت عم بتصلي وانجرح أصبعك بطلت صلاتك. إذا كنت عم كذا بطلت. إذا كنت كذا بطلت. يعني كل الأديان كل دون استثناء تعاطت مع المرأة بعنصرية. ليه؟ لأنه مجتمع ذكوري وأحكامه ذكورية. هذه مش أحكام إله، هذه أحكام رجل إجا حكم وبده يعطي قوة للرجل على المرأة للسيطرة عليها ولتحقيرها أكثر وأكثر أو للسيطرة عليها. اليوم المجتمعات الغير عنصرية بحق المرأة التي تنادي بالمساواة بين الرجل والمرأة، أنا عم بحكي لحالي نطرك ترجع ما بعرف إذا حترجع المهم، فإذا ما رجعت حأختم أنين. المجتمعات الأوروبية أو المجتمعات العلمانية، منيح أنك رجعت جم، المجتمعات الأوروبية اللي عم ويلكم باك جون ويلكم باك، أنا بعدني مكمل الموضوع ومخلص على سؤالك. فالمجتمعات الأوروبية التي تعاملت مع المرأة بشكل من المساواة، المجتمعات رقت ونشحت. ذكرت أنا برجع منك جيد أنه الجسد يخرج منه جسد. إذا واحد كان عم بيصلي وهوى فبطلت صلاته، إذا واحد عم بيصلي وجرح أصبحه بطلت صلاته، إذا المرأة بالدورة الشهرية ما بيجز لها تصوم، إذا المرأة كان تعاملوا مع الجسد بعنصرية وخصوصا المرأة. وأنا بستغرب بس نكون نحن عم نحكي عن المرأة وعم ندافع عن المرأة، كيف المرأة ما بتوقف معنا؟ كيف تيجي بتهاجمنا؟ الإسلام كرمني، المسيحية كرمتني، اليهودية كرمتني. بشو كرمتك؟ بأنه جعلتك إذا ولدتي فتاة نجسي أكثر ما تكوني إذا ولدتي رجل أو فتاة؟ هيك كرمك يعني؟ ما فهمنا. وبيجوك دعاة
الإعجاز العلمي، هذه الكلمة الأكبر من راسهم يعني. تعرف إنه الإنجيل صدق بالموضوع؟ لا يا أخي صدق بالموضوع. وقت اللي قال إنه المرأة نجسي بالصبي أقل من البنت لأنه إلها تأثيرات شو هالمنطقة؟ المرأة إذا ولدت ولد بتكون نجسي أكثر من إنه ولدت فتاة؟ هذا حسب النص الإنجيلي جم. معقول يعني الحكي هذا يعني؟ هذا حكي عاقل يعني؟ العلم العلم. تعرف ليش الله إنه قال لا أقسم بمواقع النجوم؟ ليه؟ لأنه النجوم ميتي من آلاف السنين ونورنا بيوصلنا لها. لا حبيبي، مش كل النجوم ميتي، في نجوم بعد مش موجودة أساسا. كيف ركبت معك؟ بيطبقوا الناس ليتوافق جان معهم. فإذا كل الأديان تعاطت مع المرأة بشكل خاص بعنصرية، والذكر بشكل عام بعنصرية بمطرح من المطارح. فنعم العنصرية الذكورية النسائية بالأديان عنصرية مفضوحة، وما في أحد أحلى من حدا، لا المسيحيين ولا الإسلام ولا اليهود. المرأة بالديانات الإبراهيمية كائن للنكاح، للاستعباد، للطبخ، للغسيل، وأكثر من هيك خلص لا تحكي، نهي الموضوع. كائن لا يؤخذ برأيه، لا يطرح أفكار للتداول بينه وبين الآخر، كائن محصور بالبيت، كائن موجود بشري، التعاطي معه، اطبخي، كنسي، مساحي، درسي الأولاد، ضبطي موضوع البيت، انت كذا انت كذا انت كذا انت كذا انت كذا. والمسيحيين الذي يتغنوا بأنهم أكرموا المرأة، أكثر ناس حقروا المرأة هم المسيحيين، لدرجة لدرجة بس بتخلق بتفاصيلها مزعجين لدرجة. ذكرت أنه المرأة إذا خلفت ولد بضل نسي أسبوع ذكوريا، وإذا خلفت بنت بتكون نجسي ل14 يوم أسبوعاً. المرأة إذا زنت بتعيب بيا وواجب أن تقتل إنجيليا عم نحكي. كل 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 الأديان الإبراهيمية، المسيحيين يمكن العنصرية المسيحية أو العنصرية الإسلامية، حتى الإسلام، الإسلام بديش أحكي فيه لأنه موضوعه معروف يعني. واليهودية، أوه إذا بتسمع باليهودية، اليهودية بالنص بيقولوا المرأة خلقها الله لإكمال شهوة الرجل، وربما بحسب النصوص والكهنة، وربما لا مقعد لها في الجنة. يعني يمكن المرأة ما بتروح على الجنة، هاي هذه مثل مثل الكلب مثل الحمار يعني، مثل الدجاج عفوا بالكلمة. نحن يعني خلينا نقول الله خلق لنا الدجاج لنقدر نستمر، وخلق لنا المرأة لنقدر نتكاثر ونستمر. اليهودية لهالدرجة بتتعاطى مع المرأة، إنها مخلوق موجود فقط للتناسل وما إلى مقعد بالجنة. لا يعني بيقولوا ربما لم يجد لها مقعد بالجنة اليهودية. ديانات قذرة يا رجل تتعامل مع هذا الإسلام. عندك هذا الفخر الرازي يعني إمام فلسفة نافس المسلمين، شو بيقول؟ أيضا نفس التعبير، بيقول شبهها بالطفل للمرأة وشبهها بالحيوان للمرأة، إنه هي موجود أو مخلوق لغاية على كرمال الرجل. ديانات ذكورية عنصرية طبعا. وقلت أنا حتى الله عيسى اللي تعلق على خشبة عنصري، الله عنصري، ما الله ذكر مش تجسد بجسد ذكر يا جان؟ ذكر، ليش ما كان عيسى ما عيسية مثلا يعني مرأة؟ ليش عيسى؟ أو ليش ما إجا بين اثنين لا ذكر ولا أنثى، إجا فضائي مخنث مثلا؟ إيه مخنث مثلا. ليش؟ ليش العنصرية إنه الله ذكر؟ سؤالين. ليش مش امرأة؟ بلا، ما الذي تحمله عيسى ما بيتحمله مرأة، ما هو الله يعني القدرة التحملية اللي عنده بيقدر يضعب مرأة. يعني شفت حتى التبرير عندهم سخيف سخيف جدا، بيقول لك الرجل أقوى. يا حبيبي ما هذا الله أنت عم تقوله، هو ابن الله يعني عنده قوة، عنده باور يا مان، عنده باور. لو شو بينا حتى موضوع الله المعلق أيضا صديقي عنصري عنصري، رجل ذكوري. ما في، أعطيني اسم نبي مرأة، ما في بالضبط. يعني على مر التاريخ ما بنلاقي مثلا امرأة نبية أو ادعت الألوهية أو حتى أعطوها الألوهية لأمرأة، ومع أنه المرأة هي أساس الحياة يعني، هي اللبنة الأساسية للحياة يعني. نعم. على كل حال يعني في هلا موضوع عنصرية، موضوع تاني دانيال، يعني الدين بتدخل العنصرية يعني من المضحك جنوني للأسف، إنه بيدخل العنصرية بجسدك نفسه. يعني مثلا المسلمين لا يدخلون التواليت إلا باليجر اليسار يعني اليمين، فالعنصرية بين يد ويد
يد اليمنى لازم تاكل فيها واليد اليسرى لازم تمسح مثلا تنظف حالك فيها لما تخلص تواليت، لازم تدخل على التواليت باجرك اليمنى. فهالعنصريه بين اليمين واليسار حتى بالجسد نفسه يعني بشخص الانسان نفسه. تفضل. عنصريتهم جان بكل شيء. نعم بكل شيء بكل شيء بكل شيء ميز ليك. بيقولوا في واحد بيخانق نفسه، إذا ما لقى مرته يتخانق معها، ما لقى أخته يتخانق معها، بيصير يخانق حاله. الإسلام بمرحلة من المراحل بطل في حدا يتخانق هوي، بطل في حدا يتقاتل هوي، أما عاد صفن بحاله بلش يخانق حاله بحاله. إذا عملت كذا ما بدك تطهر، إذا عملت بدأ يخانق حاله. طهارة الجسد الإسلاميين هي نفسها نظافة الجسد. أنا بستيقظ الصبح، أنا بفيق اليوم الصبح بعمل دوش، بعمل دوش، كنت محضر القهوة مثلا، بيجي بحط القهوة بقعد على الانترنت مثلا، بصير العصر يعني قبل ما نام بساعة فوت بعمل دوش وبنام. هي تعتبر طهارة أو نظافة؟ نظافة. طلعي أنا ماني بحاجة لحكم من عندك تجي تقول لي غسل هيدا قبل هيدا. أنا عم كان مش هول الله هذا يا رجل، أنا عم بقول لك أنه غسل أصبع إجرك الصغير قبل أصبع إجرك الكبير يا رجل. شو هالشغل مع الله هذا؟ شو هالشغل مع الله هذا يعني؟ هذا الله قاعد هذا ولا بده ينا لا نشتغل ولا نروح ولا نجي، هذا بده ينا إذا واحد يا أخي ما أي واحد بس يعني عفوا جامع إنساني إجباري بفوت على الدوش. ما ريحة العرق اللي بيطلع من جسمه ومن جسمه مقرفة يعني، تلقائيا بفوت على الدوش يعني. الموضوع ما بده كتير فلسفي، ما بده كتير حكي. أنت هلا بتنزل على الشارع بتعرق بتجي بتفوت على الدوش. هلا إذا هو شخصه للشخص مقرف وهو مقزز هذا مش مسألة بتخصه، بينما كإنسان مرتب بحافظ على لياقته على جماله أوتوماتيكيا بده يقوم بهذه الترتيبات. مني بحاجة لنص من عند واحد قاعد لي بالسماء متخبى فوق وفوق الغيوم وأنا عم بيقول لي غسل أصبعك الصغير قبل أصبعك الكبير، حط أصبعك بدينتك أنت وعم تتمخمق. شو ها؟ شو ها؟ إجرام جان جان. موضوع انه اللي عم تتفضل فيه نعم وقت الاسلام ما لقى شيء يشتغل فيه، وقت قضى على اليهود وقضى على المسيحيين وقامت الدوله الاسلاميه ما في شيء. من مين بده يتخانق؟ قعد ما تفوت على الحمام باجرك الشمال، ما تفوت على الحمام باجرك اليمين، وحتى ما يصير في روتين راحوا لابعد من هيك. انت بتصلي؟ لا. اقتلوه. وصلوا لما راح لابعد من هيك، بلش شيء اسمه الاجتهاد بالاحكام. اقتلوه. انت وقت لقيت عم تصلي ضربت عمدا ولا سهوا؟ لا عمدا. قتلوا. وصلوا حتى ما يصير في روتين، الروتين بيملي لك جان، بيملي لك للاسف. القتل خصوصا هيدا دراكولا المسلمين ابن تيميه يعني، هيدا هذا لازم ينعمل عنه فيلم. الاحكام ما في حكم اطلقه بمجمع، ما في قتل. عنده عقده نفسيه هذا الرجل. هذا الرجل يمكن القبيله تاعيته محل ما كان عايش هذا الصعلوق الظاهر مثل الصين، في عجقة كتير عالم، في كتير ناس حواليه كانوا، فعم بيحاول يخفف منه كان الظاهر. يلا اقتلوه. شو عمل؟ ظهر من الباب بإجره شمال، اقتلوه. يستتاب ثلاثة أيام ما تقتلوه. قتل 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 قتل. ما عنده مزح هذا الرجل، ما عنده رجل. ولا هذا الحجاج الثقفي يعني، إذا بتقعد بتقرأ قصته يا لطيف. حجاج الثقفي فيلم مكسيكي، فيلم هندي لا يصدق. هذا الرجل شو عمل لا يصدق. جرائم إبادي إبادي، ما رحم حدا. ولا هذا الجبان خالد بن الوليد يعني سيف الله المفتول بأفاه يعني، كمان ارتكب مجازر بالمسيحيين بالقدس، كمان ارتكب مجازر بالمسلمين نفسهم شيعة جزر فيهم كمان. سيف الله المسلول، عرف من هو سيف الله المسلول؟ مجرم، مجرم. يعني الله بده سيف حتى بده سيف بنابونيك مطرح على رجل. مجرمين لا يوجد عندهم شيء إلا الإجرام والقتل، قتل قتل. أي مخالف شر، أي معارض، أي فكرة لا تتوافق مع أفكارهم اقتلوه، شلخوه، بحوه، صلبوه، خوزقوه. وحتى اختلفوا في مسألة موضوع التارك الصلاة سهوا، مين قال لك أنه المسلمين ما اختلفوا؟ اختلفوا بموضوع، تعرف بشو اختلفوا؟ تفضل. اختلفوا بكيفية تطبيق الحكم، شنق أو ضرب بالسيف أو إعدام برصاص. هون اختلفوا. تارك الصلاة سهوا يقتل. إنما المذاهب الأربعة اختلفت، بس تسمع كلمة اختلفوا بتقول هو مش كلهم هيك. تيجي بتبحث بشو اختلفوا، بيقول لك بكيفية تطبيق الحكم. يعني ما اختلفوا بموضوع يقتل، اقتلوه. أنا يا أخي كسلا ما بدي صلي، شو لك عندي؟ ما بدي صلي.
لا تستتاب 3 ايام، ما رجعت عن فعلتك بتقتل. فقلت بيقول أظن لك اختلف تارك الصلاة كسلا مو سهوا. كسلا، هي كسلا يعني مكسل ما بدي اصلي يا اخي. شو لك، ما 70% من اليوم من المسلمين ما بيصلوا. وفي ابعد يمكن كان نحكي الموضوع، في ناس بتصلي نهار الجمعه بس، بس بيروحوا نهار الجمعه على الجامع بيصلوا لهم ساعه وبيرجعوا، يعني بيسمعوا هذه الخطبه اللي بيحطوا لهم براسهم تعصب وجهل وتخلف وكره للاخر وبيجوا. عرفت كيف؟ بيجوا بس نهار الجمعه. اذا المفروض 70% من المسلمين يستتابوا 3 ايام، اذا ما رجعوا على الاستتابه لازم يقتلوا كلهم. شرائع دم، شرائع دم. وقت اللي عمل لك انا سمعت كلمه انه اختلف الفقهاء بالموضوع، قالت لا في اختلاف. بحثنا عن الاختلاف، طلع الاختلاف بكيفيه تنفيذ الحكم، يعني بنقتله نقطع له راسه بطريقه يعني طريقه القتل كيف بدها تكون، هون اختلف. نقطع له راسه، بنشنقه، بنصلبه، بنخوزه او بنضرب عليه رصاص، بهذه المساله اختلفوا. انما ما اختلفوا على الحكم وذاته. والمذاهب الاربعه حنفي شافعي يافعي حنبلي تقوم بهذا الحكم. لا ما في مجال، موجود يبحثوا عنه، اللي بده يسمع يبحث. دانيال عم يكذب، ابحث وتطلع تارك الصلاه كسلا شو حكم تارك الصلاه. كله مجان كله. اخي دانيال، يعني هلا في نوع عنصريه ثاني، يعني في نوع لسه الاجمل مثل ما بقولوا، يعني بالحياه هي كلها ما بكفينا العنصريه، تجي عند الموت. الموت يعني بعد الموت ما بقى الإنسان، انتهى يعني، فليس له تأثير على الحاضر غير المفكرين. يعني خلينا نقول يعني الـ كل الديانات تقريبا منعت انه يندفن الإنسان المؤمن بديانته بمقابر ديانات اخرى. يعني المسلمين لا يسمحون ليهودي ان ينقبر بمقابرهم ولا المسيحيين، وجر على قيس على ذلك يعني كل الديانات تقريبا. تفضل. لك جان كلامك 100% سليم. بشكل عام جميع الديانات، لك المسيحي في يتجوز مسلم مسلمة؟ لا، ما بيعطوه المسلمين، ما بيعطوه. مسيحيا المسيحي اذا بده يتجوز فتاة مسلمة يتجوز، اهله ما عندهم مشكلة او المجتمع ما في مشكلة، بيعتبروه بده يجيبها على المسيحيين. اما اذا فتاة مسيحية بدها تتجوز مسلم ممكن يقتلوها، لانه بيعتبروها حتخرج منهم. وكذلك الامر معكوس عند المسلمين، اذا مسلم، انا كمسلم بدي اتجوز مسيحيه، اهلي مجتمعي ما عنده مشكله، بينما اختي المسلمه اذا بتتجوز مسيحي ممكن يقتلوها. طب هذا علي اداء العنصري، العن من بعض، انا قلت لك العن من بعض، بس اني مش منتبهين لانه مسيطر على ادمغتهم العنصريه الغبيه اللي متحكمه فيهم، مش منتبهين للمساله. طيب الإسلام ميز موتاهم بأنه لا يدفن في مقابر المسلمين إلا المسلمين. حتى أنت جان بكرة بعد عمر طويل، يعني بس تغادر هذه الكرة الأرضية يعني تتركها، أنت ممنوع، يعني إذا إجوا أهلك بدون يدفنوك بمقابر المسلمين ممنوع، ممكن تصير في مشكلة، هذا مش مسلم، هذا مرتد. هذا مرتد، ممنوع يندفن مقام المسلم. العنصرية نعم ذهبت إلى ما يسموه هن بعالم الآخر، من برزخ إلى عالم الروح إلى كاتب كاتب عالم السكس، عالم الأفلام السكس بدها تصير هناك، عالم الإباحية أبدا، أو عالم ملكوت السماء أنها تسيطر على الدنيا كلها. يعني هذوليك عندهم أفلام سكس، هذوليك عندهم جنون عظمة وسيطرة، عرفت كيف؟ واليهود يعني أضرب بلاش في الموضوع، خلينا نضرب كلمة من جنون، كلمين جنون وجان. هذاك بيقول لك طالعين على افلام سكس، جنه عرضها السماوات والارض، سكس غلمان، فودكا حشيش، شو بدك فيه؟ كله موجود، اوبن بوفيه، انت اختار بس، انت اختار بس، عرفت كيف؟ وطبعا الله حيعطيك فياجرا ابديه، هذه الفياجرا، عشان فياجرا هي منشطات جنسيه يعني بتزودك بقوه 72 حصان، يعني انكح اشتغل، ما تعمل شيء، ما تعمل شيء، عاد برفاهيه، عاد انكح. 4000 حصان. ايه انت شغلتك فوق تنكح، انت شغلتك فوق تنكح، والله بده يصور لك افلام السكس ليعمل افخم سايت بورنو على وجه الارض. ما حيكون في سايت بورنو مثل هذا السايت، يعني كل البشر عم تنكح يا زلمه، هذا بعد ما صار هذا البورنو يعني. المهم المسيحيين لا، ملكوت السماء وملكوت السماء جنون عظمي يونيك، يعني موضوع ثاني بعيد بلاش نروح. المهم بعد ما يموت الانسان وصلت في العنصريه معه، نعم انه ما تدفنوه بمقابر المسلمين، وكذلك المسيحيين، يعني مش معقول نروح ندفن مسيحي بمقابر
مسلم مقابر المسيحيين يعني، هو تفكر انه بيقبلوا يعني محبة محبة محبة، بس مطرح من المطارح بيقولوا لك زيح بلا محبة بلا لمبي، اقعد على جنب يا حبيبي المحبة، عرفت كيف؟ فنعم جان وصلت عنصريتهم الى ما هو ابعد من العنصرية الارضية الى العالم الاخر الى الملكوت الاخر، ميزوا الجنة، حتى الجنة ميزوها، جعلوها طباق وفردوس وجنة وتسميات، وهي جنة مش ماتيري جنة، وفي جنة أولى وفي جنة تانية وجنة تالتة وجنة رابعة، حتى النار ميزوها، يقول لك ما كنت بس بتصلي، لا ما كنت بده يزتك بصقر، وهذه خاص بالمصلين، كل شيء ميز، كل شيء وضع له أسس وإلى آخره، كل شيء كل شيء كل شيء، تفهم علي؟ فعنصريتهم أخذتهم لمطار، بطل في شيء يعملوا فيه عنصرية بالأرض، بطل في شيء، فراحوا إلى ما بعد حتى ما يوقفوا، راحوا إلى ما بعد حتى أعمل لك بقى، بيخافوا من الروتين، جميع الديانات بتخاف من الروتين، الروتين هي تكرار المسائل. رائب صحيح. رائب أنت دليل على أني كلام، أنا مثلا مرحلة من المراحل كنت أسمع مثلا قصة خالد بن الوليد كل سنة بذكرى خالد بن الوليد بالجامعة يفعطنا الشيخ عن هالبطل هيركليز، قصة ما بتفهم، بعدها بسنة أو سنتين اسمع قصة تانية بس هي عن خالد بن الوليد بس فيها إضافات، فيها إضافات، بس إجا بده يذبحوا لفلان فنظر إله نظرة شو اسمه الرحمة والشفقة وما بعرف شو بعرف، طوروا لك يا شو، الثالثة الرابعة الخامسة تطور تطور بالقصة، تعديل تعديل تعديل، وبيستغلوا النوع العاطفي حتى يسيطروا عليك. فنعم المسلمين ميزوا مقابرهم، المسيحيين ميزوا مقابرهم، اليهود ميزوا مقابرهم، المسلم ما بيندفن بمقبرة مسيحية ولا بمقبرة يهودية، بيندفن بمقبرة إسلامية، لأنه هذا المقبرة الإسلامية يمكن يبلش ينكح من تحت الأرض، من هون يبلش النكح، عرفت كيف؟ هاي حسب ما بيقولوا المسلمين، حسب جنة المسلمين، روح عند المسيحية هذولك راحين يعيشوا مع الله، الله ما يليل بس يطلعوا عنده يقعدوا يطقوا هن وياه قهوة لله فوق يعني، بده يطلعوا على ملكوت الله وملكوت الله يعني، مهم. فيمكن الله يكون ناطرهم تحت الأرض كمان من تحت يأخذهم ويطلع فيهم يعني، واليهود أضربوا أفكر بتوافقوا مع المسيحيين العودة إلى ملكوت الله أو يعيشوا مع الله بالمصطلح، الله ما فهم يعني، المهم بدهم يعيشوا مع الله يعني. فكل مين ميز مكانه وميز مقبرته وميز كذا كذا كذا، وهذا إذا بدل على العنصرية حتى بالموت. اليوم أنت بتختلف جام مع إنسان، بتختلف مثلا مع دانيال، إنما اختلافك مع دانيال بس يموت دانيال ممكن تتنازل عنه لهذا الاختلاف، كيف هي تتنازل عنه؟ بيقولوا خلاص مات فلا حول ولا يعني شو بدنا نسوي يعني، أعماله كانت منيحة هذا الزلمة، كلامه كان مهضوم، كلامه كان كذا، فبصير في تنازل عند الموت أو بتسقط كل الخلافات البشرية بين بعض وقت يصير في حالة من الموت. إذا أنت زعلان من إنسان ومات بتروح محل مع من عمل له عزة، بتعزي أهله وبتتحسر عليه هذا الإنسان. الدين لا، الدين ميزه، الدين ميزه، هذا مسلم بيندفن عنه، هذا مسيحي روح ادفنه عندهم يعني، هذا كافر روح ادفنه عندهم، حتى ميزوا الأماكن جون، مثل بيقول لك مكة ما بيدخلها غير المسلمين، ولا إذا دخلها مسيحي ولا المشكلة، إذا دخلها مسيحي أنا المشكلة مثلا يعني. شو بيصير؟ الله تبعك بيقع من السبب بيخبط بالأرض بيكسر القرى الأرضية، وين المشكلة؟ حتى شوف شو بيعملوا للسيطرة أكثر على الناس. في سؤال هذيك يوم كنت عم بسأله أنا، ليش بيقول لك ورتل القرآن ترتيلا؟ تعرف ليش بيقول لك ورتل القرآن ترتيلا مثلا؟ ليه؟ تفضل. هذه مسألة مهمة، لأنه الأسلوب الغنائي أنت عم ترتل القرآن بيجذبك، بصير عندك حالة من الجذب، صوت حلو، ما بتقعد تتأمل الكلمات ولا تقعد تنتبه للكلمات، بصير في صوت جميل عم يتناغم مع راسك، عم تهزد آه سبحان الله. ولما وطر زيد بيقول لك اياها باسلوب ترتيلي، فنكح رسول الله ورجع نكح زيد ورجع نكح الجيران وطلع على القبيله نكحها، نزل على الملعب استاد الدولي بايطاليا، عرفت كيف؟ هذا كامب نون، نكح الجمهور، نكح اللعيبه، نكح الحكام. هلا انا عم بحكي معك بزعي طلع لي من ورا البرديه ينكحني يا رجل، فاني خليني سكر الباب ما يطلع علينا يبلش نكح فيه، ما في حدا. فبيبقى عم يحكي لك اي فيها نكح وما نكح تنبسط فيها انت، ليه؟ الترتيل، الله، كلام، نغم نغم. فهيدي واحدة من المسائل جان، فبكل شيء تم التمييز. دانيال بس بدي هون في يعني لما عبد الباسط، خصوصا عبد الباسط لما بيغني أنا بحبه، في القارعة
بيقول لك القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. يعني أنا أتحدى من كل هذول اللي ما بيقولوا الله، بتحداهم إذا واحد فهمان كلمة ما حدا عم يفهم. حلو ورقم رائع، فمطرب يعني رجل مطرب بالضبط. غنية، أنا هلأ معجب بغنية فرنسية، مع أني ما أنا بحكي الفرنسية، خلينا نعطي مثلا تاني، بس أنا معجب بغنية صيني، مع أني ما بفهم الصيني، بس لا غنتها حلوة، نغمة حلو، أسلوبها حلو، ما بهمني شو عم بتقول، صوتها جميل والموسيقى جميل، كمان القرآن لما يقرأ صوت جميل ما بهم الكلام. رأي بنت التجويد 90، ليش ورتل القرآن ترتيلا حتى ما ينتبه على الكلام؟ أسلوب قراءتك للقرآن أنت بالبيت ممل، بينما تسمعه بتحس قال في صفاء روحي. لا يا حبيبي مش صفاء روحي، مثله مثل فيروز ابدا. بسمعه انا صوته حلو لعبد الباسط، يعني يمكن انا واحد من الناس بس في الصبح بحب اسمع عبد الباسط مثلا، صوته حلو الرجل، بس يا ريته كان مطرب يعني كان فادنا اكثر، انت لاني كان عطى اكثر يعني البشر. في الصبح بسمع فيروز بيصير عندي هدوء روحي سكين، روحي بمعنى انه جسد، يعني بقصد بهدوء روحي يعني الجسد، بيصير عندي السكون، في مثلا رواء صوت جميل صوت كذا. الناس اللي بتسمع القرآن نفس الشعور اللي بتملكه من سماع القرآن أنا بملكه من سماع فيروز بالضبط. يعني أنا مطربي المفضل عبد الحليم حافظ، يعني لما كنت أسمع عبد الحليم يعني شيء روحاني غير معقول، أصل لمرحلة روحانية غير معقولة يعني بالضبط. موسيقى يعني رجل طبعاً. موسيقي طبعا. فهذه المسلكيات وما المسلكيات، وطبعا تبريرات المسيحية، يعني مثل عندي هون شخص مسيحي شو عم بيقول لي، يا أخي نحن ندفن مع أقاربنا، قال إنه هني بيدفنوا مع أقاربهم، يعني يا ماشي خير شو تبعت كيف، يعني في أمور كمان يعني بتصدموا للإنسان بعد بيكون عم يحكي بموضوع إنه فتحوا عيونكم، التعصب والعصبية جم، التعصب والعصبية الفكرية، يا أخي نحن ندفن مع أقاربنا، لا يا أخي أنتم ما بتدفنوا مع أقاربكم، شرائع هاي ممنوع تمسيها، ممنوع المسلم يندفع من مقاربكم، بني الكذب والنفاق، فتحوا عيونكم وقرأوا أكثر وطلعوا أكثر وابحثوا أكثر، لا أكثر ولا نحن جان، نحن مش مميزين، نحن مثل الناس، أنا ما بنطلع بنحكي اللي بنشوفه، أنا شفت في شيء غلط بطلع بحكيه بتجرد، أنا ما بكره الله، ما بكره المسيحيين، ما بكره المسلمين، أنا في أمور غلط بطلع بشوفها بحكي فيها وخلص، حتى لو كان بتخص الإلحاد، أنا ما قلت إنه الإلحاد مقدس، الإلحاد عنده مشاكل وعنده أخطاء، ونحن في نظريات لليوم مش قادرين نأكدها، أو في بعض النظريات لليوم مش قادرين نتثبتها 100%، وفي أسئلة مطروحة على العلم لأنه الإلحاد علم ما قادرين يجاوب عليها بالوقت الراهن، عندنا أخطاء وبدك بنعمل حلقة بنحكي عن أخطائنا، ما في مشكل إنه يكون الإنسان منه متعصب وبيحكي حقيقة، عندنا أخطاء أخي ما في مشكلة، وين المشكلة انه جان يقول الالحاد عنده مشكلة واحد اثنين ثلاثة؟ ما هل حيقلل من قيمة فكرك؟ هل حيهين معتقدك؟ لا بالعكس، اللي عم يسمعك حيحترمك، ليه؟ انه هذا الرجل عم يحكي حقيقة، عم بيقول انا مؤمن بهذا الفكر، وهذا الفكر فيه عليه شوية شوائب، في مسألة هون لا مش فايتة بالراس، في مسألة هون بهدلة، بده يحترمك انك انت انسان بما انت مؤمن بها عم تنتقد ايضا، بما أنت المعتقد اللي أنت مؤمن فيه عم تنتقد أيضا. هلأ الإلحاد بيضلوا أخف وطئ من الديانات، ده لأنه الإلحاد مش حامل أسطورة جن، مش حامل واحد ولد لي بلا بي، ومش حامل واحد الله نزل شخصيا فات بمريم من جوا، يعني فات بمريم فصار الله، خلفت الله، كبر الله، أكل الله، الله كان يفوت على الحمام، الله كان يتحمم، الله كان يوقع يعور حاله، الله كان يلعب مع الولد الصغار أو ابن الله ما بعرف، يعني ما بالنهاية طفل ولا كان مميز، ما في روايات يعني إنه الله هذا عيسى كان يلعب كان يركض كان ينط كان يطلع كان ينزل إلى آخره، بعدين الله تعلق على خشبي، بعدين ما بعرف شو جاني هداك محمد، الله نزل لعنده جبرائيل بغار حراء، شو عرفني جبرائيل ما يكون واحد من الشباب عم يمزح معه وقتها بغار حراء في شي فتحة عم يحكي منها، ما بعرف ما عملنا، يعني في مسائل المفروض تحرر العقل وترك العقل ينطلق. يعني ما نعاني اليوم منه جان، وقلت لا يعنيني موضوع العرب بقدر ما يعنيني الشرق الأوسط وهي الدول التي لا عربية، نحن نتكلم العربية نتشكر العرب أعطوا اللغة يعني والتراث الإسلامي اللي عم نعاني منه حاليا. أوروبا بالزمان وقت الكنيسة سيطرت وكان فيها الحروب الكنسية، الكنسية خرجت من هذا الصراع نتيجة العقل التنويري العلمانية المسمى بالعلمانية، واليوم الشرق الأوسط
في عقول نيرة عم تشتغل، عم تطلع تحكي فيديوهات انت انا اسماعيل جورج فلان فلان احمد حرقان، هذه الشباب اللي عم تحكي، هذه ناس معرضة للقتل، معرضة للاضطهاد، معرضة يخرب بيوتها هذه الناس. فاكيد مش حبا بالظهور. انا اذا بدي اظهر، هلا بعمل فيديو عم ولع فيه القرآن او الانجيل، بجيب 2 مليون بني ادم بخمس دقائق بنعرف، مثل ما عامل هذا الاب بامريكا مثلا، ولع القرآن وصلت عدد المشاهدات 91 مليون بظرف 3 ايام. طب يعني اذا صار شغله عاديه روتينيه يعني بس بعدها بتتفعل، يعني في ابواب بنقدر ندخل منها اذا الموضوع شهره، بس الموضوع منه شهره. نحن عندنا امور عم نشوف بلادنا عم تتدمر، سوريا لكن صارت، العراق لكن صار، لبنان لكن صار، فلسطين ما بيعنيني موضوع لانه موضوع اسلامي، والزمونا بهذا الصراع الفلسطيني. سوريا كانت عم بتصارع لاجل فلسطين، لبنان والعراق شيء بسيط، الزمونا بهذا الصراع اسلاميا، اسلاميا ما خصنا بهذا الصراع خي، نحن دول يعني عنجا عم نقوم بحالنا خي جم. لانه الوقت شوي نعم يلا اوكي. ففي عنصرية لسه هن المشكلة في يعني اذا بدك تعدد العنصريات بالديانات هي لا يحصى، يعني العنصريات لا تحصى. في عنصرية تانية يلا خلينا نحكي فيها، مثلا عنصرية الشيعة والسنة بين بعض، الطوائف الدينية بين بعض، يعني هل القتل، هل التدمير، هل شايفينه نحن بعيوننا هلا بالشرق الاوسط اللي عم بيصير، ما عدا خلينا نقول العنصرية بين الطوائف المسيحية اللي صارت بأواخر القرون الوسطى، يعني قبل عصر التنوير، يعني حتى إذا بنحكي فيها شوي هيك بشكل مختصر، ما بدنا نطول الحلقة كلها. شكرا. العنصرية بشكل عام موجودة بجميع الأديان والمذاهب، يعني ما اقتصرت على سنة شيعة، بيوجد كاثوليك، بروتستانت، أرثوذكس إلى آخره. يعني العنصرية الطائفية بجميع الأديان، حتى اليهود قتلوا بعض، عند الحروب ضد بعض قتلوا بعض. هيدي العنصرية نتجت جان نتيجة عدم تقبل الآخر ونقد الآخر من الداخل لإلك. يعني أنا ملحد وأنت ملحد، نجي عم بنقدك بالشغل اللي عم تشتغله، بتقوم أنت بترفض النقد، بصير في خلاف بيني وبينك. أنت مؤمن بأنه نظرية التطور الإنسان كان سمكة وتحول لإنسان، أنا مؤمن بأنه نظرية التطور الإنسان كان أصله ضفدعة وتحول لإنسان. نلتقي بموضوع التوحيد، الديانات هيدي أو الطوائف تلتقي بموضوع التوحيد، إنما تختلف بالكينونة والكيفية من تحت. يعني الصراع السني الشيعي بيقولوا، هذا نبذة عامة، إنه محمد قبل ما يموت قال إنه أيها الناس من كنت مولاه فهذا علي مولاه، بمعنى وضع شخص من بعده هذا الرجل يحكم. فأثناء موت محمد والحادث المورودي وورد ذكره بصحيح مسلم أبو خامري، انقلب عمر أبو بكر وعثمان، هذه الرواية الشيعية، على الحكم أو القرار النبوي المعنيين هني فيه. والدليل أنه الشيعة بيطرحوا الأدلة ألا وهي أنه عمر النبي قال لهم هاتوا لأكتب لكم كتاب، ما بعرف شو عمر قال، هذا النبي جن، ما بعرف شو إلى آخره، علي راح يدفن الرجل هذا محمد، هذوليك راحوا ركبوا مؤامرة وعينوا خليفة وإلى آخره وإلى خيرين. الحاصل المهم، فهن مختلفين عقائديا، يعني هن مختلفين بالموضوع العقائدي، وخلاف تطور. مثلا الشيعة بتجي بتقول له عمر أبو بكر عثمان، يقول لك في جهنم، هون عائشة في جهنم، خرجت على إمام زمان علي بن أبي طالب بحسب ما قلت. بيجي السني مثلا شو بيقول لك؟ الشيعة وثنيين بيعبدوا قبور الحسن والحسين إلى آخره. أنا عندي قراءة كثير موسعة عنه، قلت لك عم نحضر للحلقات التاريخ الإسلامي، لذلك الأسماء والتفاصيل. هذول الشيعة بيعبدوا القبور، هول الشيعة وثنيين، نشأ هيدا الخلاف، وهذا الخلاف جان مش امبارح ولا اليوم، هيدا الخلاف عمله 1400 سنة. وبستغرب أنا باللي بيجي بيقول لك الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها، الفتنة من 1400 سنة شغالة، وأنا عملت لي لعن الله من أيقظها. ما نامت ولا نهار نامت ولا ساعة، طول في صراع بين هول الطرفين. هديت شوي هيدي الفتنة، هديت كيف؟ بالفصل الجغرافي، حصروا الشيعة بالعراق، حصروا الشيعة جزء من لبنان، حصر جزء بسيط لا يذكر بسوريا، فصلوا. حتى ذهبوا بسوريا من كد من الظلم اللي شافوه العلويين بصراحة، يعني هجوا صاروا بالجبال، يعني صاروا يعيشوا بالجبال خوفا من السنة، وخصوصا في
على ايام الخلافه العثمانيه يعني. نعم نعم نعم. فهذا الصراع الشيعي السني من لحظه وفاه محمد نشا وخرج علي بن ابي طالب وخرجت له عائشه، طلعوا بمعركه الجمل، بعدين معركه صفين، بعدين معارك بين بعض بين الطائفتين، ومعركه يعني حملوا القران، ومعركه حطوا القران على السهام، وعلي بن ابي طالب قال لهم شو اتحاججوني بهذا؟ لحظه اقول لك النص. اتحاججوني بهذا؟ هذا كتاب الله الصامت وانا كتاب الله الناطق. عمل حاله قران كمان يعني الرجل، يعني وصل لمرحله انه صار هو القران الناطق العظمة والقصة والرواية، يعني معارك قتلوا بعض فيها. الديانات الأخرى لليوم داخل الكنيسة، البروستانت والكاثوليك في معركة، لو رفع اليد عنهم بأوروبا لدمروا أوروبا، كون أكيد. إنما مقموعين بكبروا راسي بالدعوة سلاون، يعني مقموعين بيتبع أوروبا قام على الكنيسة، لا سلطة للكنيسة بكل أوروبا. بين البروستانت والكاثوليك في معركة باردة نايمة، بس هني ما بطيقوا بعض، ولا والدليل دمروا بعض، وعلى استعداد اذا اعطوا القوه كون اكيد بدمروا بعض، كون اكيد بدمروا بعض. انت شوف تصريحاتهم ضد البابا، بابا ايطاليا مثلا، وشوف تصريحات البابا الشرقي ضد بابا روسيا مثلا، بتحسهم هول كل مين دياني، بتحسهم كل مين دياني. مستحيل اذا انت ما بتعرف بالمسيحيين واعطيتك النص تاعو هول والنص تاعو هول، مستحيل تقول انه هول اثنين مسيحيين. وكذلك السنه والشيعة، إذا أنت بتغمض عيونك وبعطيك نص بدون ما أقول لك هذا سني وهذا شيء، بتقول هولي بيتفقوا بدين واحد، مستحيل. بيكفروا بعض وراحوا لأبعد من التكفير، لقتل بعض، هدر دم بعض أو الآخر. فاختصارا وختامة يعني بهذا الموضوع، الجميع جان كل الديانات تحمل الفكر التعصبي الممنهج المفروض عليها، الإقصاء للآخر، عدم تقبل الآخر، عدم الاستماع للآخر، التبرير دائما، في تبرير دائما. ليش عنقوا هول اثنين مع بعض؟ ما يعادل 16 سنة حروب دمرت أوروبا. ليه؟ السبب بيقول لك شو 16 سنة؟ من القرن الخامس للقرن السادس عشر حروب. أوروبا مبارح نهضت، وعد غشك أوروبا، أوروبا ما عمرها 100 سنة حاليا، مبارح استيقظت أوروبا. يعني ليه هذه الحروب ست يعني في شيء 7-8 قرون 10 قرون دمار؟ ليه السبب؟ بيجي بيقول لك خطأ 11 قرن معارك، خطأ يا رجل، بعد بتفوت لي براسي المسيح المكياح، استنيروا وانطلقوا. أخطاء قاتولية للأسف. أخي دانيال، في عندي سؤال أخير نختم فيه الحلقة، هو الدعاء. يعني هلا مثلا العنصرية اللي بي بأوجهها يعني مثل بتقولوا بأحلى حلة لها في الدعاء، يعني أكون عم بحكي اثنين مسلمين بسيطين جدا، يعني أكون أحكي مع أمي مثلا، لما أحكي مع والدتي فكانت تقول لي نحكي تقول وأمة محمد وارحم أمة محمد وارزق أمة محمد وأمة محمد والمؤمنين والمسلمين، يعني كأني باقي الناس يعني لا شيء، غير كائنات يعني ما لهم علاقة بالبشرية. فعلى هو رأيك بالموضوع لو سمحت؟ طبعا جان ما احنا حكينا وقلنا انه كل مين بيشوف حاله هو الاساس، وكل مين بيهمه نفسه والفريق الذي حوله. يعني ذكرت انت زعيم، هل الكنيسة وقت اللي بتعمل قداس بتقعد بتدعي للمسلمين؟ لا. هل بتدعي لليهود؟ لا. بتدعي لطائفتها وفرقتها انه ينجيهم ويجعلهم بالملكوت تاعهم. فهمت علي؟ أبانا الذي في السماوات كذا كذا كذا، اجعلنا الأمر محصور فيهم من كذا وكذا وكذا. عرفت كيف؟ شيخ الجامع، اللهم بحق نهار الجمعة اجعل أمة محمدا عزيزة، اللهم حقر اليهود، دمر بيوتهم، نأمل نفسهم، واليهود كذلك الأمر. هيدي هي اللي كنت عمول أنا التعصب الممنهج، هذا كله أمور ممنهجة، هذه منا أمور عشوائية، هذا الكلام ممنهج. بمعنى الكلام اللي عم يسمعه الشخص ما بيفكر فيه، هذا المغيب اللي هذا عم يسمع خطبة الجمعة الكيوت كتير، يعني ما بيفكر، خلص الله يدمر اليهود، الله يغدر اليهود، عرفت كيف؟ مثلا عندنا شتيمة بالإسلام، بختلف أنا وياك مثلا عشان ما أكفر، شو بقول لك؟ يلعن صليبك، هي لا تعتبر كفرية، كمسلم عم يحكي مع مسلم ما تعتبر كفرية، أنا قلت مش مؤمن بالصليب، تشتم معتقد الآخر من باب أنه أنا بديش أكفر، فتعتبر مثل الكلمة على رأيي. وكذلك المسيحيين يعني كله ألعن من بعضه، لا كله ألعن من بعضه، كله ألعن من بعضه.
كل مين جان بشد الحافلة عندهم وكل مين بيدعي لفريقهم بما أنه بيعتبر فريقه هو على صح، كلهم على صح وكلهم عم بيقتلوا بعض أنه على صح. المسيحي اليوم بيهاجم المسلم أنه هو على صح، المسلم بيهاجم المسيحي الذي ولد مسيحي وربي ببيئة مسيحية بأنه هو على حق. المفارقة العجيبة يشغلوا راسهم بس بمسألة واحدة، المسيحي الذي عم بيهاجم الإسلام، ربك ميزك، ربك عنصري، خلقك ببيت مسيحي على حق، وأنت يا مسلم لما تهاجم المسيحية وأنت تهاجم الآخرين، ربك ميزك لأنه ربك عنصري خلقك ببيت مسلم ترى نفسك على حق. ما حدا بيفكر فيها المسألة جان، ما حدا بيفكر فيها المسألة. ربك العنصري وجدك بالمكان الصح، ليه ما وجدني أنا اليوم عم هاجمك كمسيحي أو كمسلم أو كيهودي؟ ليش ما الله وجدني بأحد هذه البيوت؟ الله ربك عنصري جابني ببيت ضعيف بالإسلام مثلا، مع أنه بيتنا لا غني بهذا الموضوع، أنا عندي خي شيخ مثلا، ليه ربك عنصري وجدك بهذا المكان؟ فإذا هذه كل مين بيشد الحافلة جايين بالجام، وكل مين بيعتبر أنه هو الفرقة الناجي، حتى ضمن الدين الواحد في عدة طوائف، كل طائفة بتشوف أنه هي الناجي، وكل طائفة بتشوف هي الموكلة بالدفاع عن الله، ولازم تقتلك دفاعا عن الله بهالكون هذا الواسع، المليارات المجرات، مليارات الأجرام بكوكب هيك حقير صغير، هذا هيك حقيرة حقير، شو بدي لك، كوكبنا لا يعد كوكب، مثله مثل القمر يعني. نيزك مساحته 2 كيلو متر، إذا ضرب بالأرض كفيل يخلص على الحياة البشرية يعني، بشارع بدولة محددة بمدينة معينة بشارع بغرفة، أنا قاعد عم دافع عن الله صاحب هذه القصة كلها يدي. شوف السخافة للأسف يعني، لو نشوف حجمنا بالنسبة للكون وهالمسائل هاي كان أيقنا من زمان إنه نحن وضعنا يعني وضع الأديان غير طبيعي للأسف. أخي دانيال يعني هلا بهالموضوع هذا، موضوع العنصرية في الأديان، إذا هيك تعطينا كلمة أخيرة لو سمحت تفضل. على الجميع يعني بشكل عام إنه يتنوروا بقى، يتثقفوا بقى، يقرأوا، ينتقدوا ما هم مؤمنين فيه، يبحثوا بما هم مؤمنين فيه، يبحث جان بتجرد على العاطفة، مش أنا مسلم بروح بس ببحث بالإسلام ومتكمش أكثر بالإسلام، أو أنا مسيحي أنا رحت بحثت عن المسيحية أنت تكمشت أكثر. أول شيء عليهم أنه يتجردوا من العاطفة الدينية والتعصب الفكري أنه أنا على حق، خليه ينطلق من مبدأ أنا مني على حق، روح يقرأ لبوذا، روح يقرأ لمهاتما غاندي، روح يقرأ لناس بوذيين وشو اسمه، مش بما انه نحن اعطينا عقل حسب ما بيقولوا وخلقت مسيحي يعني انا لازم اضل مسيحي، عرفت كيف؟ مش اعطينا عقل خلقت مسلم يعني لازم اكون مسلم او يهودي او كذا او كذا او كذا. العقل هو الوسيله لاخراجك من الاماكن المظلمه، هذا هو العقل. اما موضوع الملحدين فهي شوي هيك رساله قاسيه يعني، اذا بتسمح لي مره يعني. انت قلت لي امبارح انه بدك في عندك رساله بدك توجهها، يا ريت، انا هلا عم بتذكرها وكتبتها يعني. في رساله شوي قاسيه يعني للملحدين يعني، اليوم اصبحنا اسخف من المؤمنين، اسخف من المؤمنين. كيف يعني اسخف من المؤمنين؟ اليوم الشباب بيلاقوا منشور بيروحوا بيجيبوه وبيطبعوه، بيلاقوا مثلا واحد حاطط منشور مهزلي بيكون عم يمزح المصدر بيجيبوه وبيطبعوا. فعليهم انه يستيقظوا شوي ويرجعوا للمنهج العلمي اكثر واكثر، يعني بيعدوا عن القضيه العلميه اللي هن انطلقوا فيها. الملحد شخص يدعي الى العلم والتنوير واليقظه والثقافه، نحن اليوم اصبحنا بعيدين عن هذا الموضوع. خلونا نخفف شوي من مهاجمة الدين بشكل عام ونحكي أفكارنا أكثر، هاي واحدة من المسائل. اثنين، قاعدين لا شغلة ولا عمل الشباب، يعني تاركين الحملة علينا يعني، ما نحن تعبنا كمان يعني، نحن اللي عم نتعرض له ما حدا عم يتعرض له. أنا عامل صفحتي على الفيسبوك بس فوت نام، هي والقناة على اليوتيوب عم سكرها، مضطر إني أعملها برايفت، بس أصحى في برجع بعملها صفحة عامة يعني. ليه؟ لأنه الشتم اللي عم يجي عليها يعني لا يعد ولا يحصى. فالمفروض على الملحدين بقى يتحركوا، يطلع متخبي بكلمة لا ديني ربوبي مسلم معتدل، ما في مشكلة أنا أتقبلهم، إنما يظهروا على الناس، لأنه أنا قلت كل ما كان العدد قليل كل ما سهل النيل من هذا العدد والتجريب بهذا العدد والتجريح بهذا العدد. أما إذا كان العدد كبير فسهل. اليوم للي مستطيع، هذه مش لألك جان، أنا عم بحكيها، بكرة أقطع على هذا المقطع وحطه على اليوم. الشخص القادر، في عندكم قناة اسمها الجار بالإلحاد، هذه القناة مش لجان ولا لدانيال ولا لحدا،
هذه قناة مفتوحة للجميع، القادر يطلع يحكي يقول ليش صار ملحد أو لاديني أو ربوبي. هذه القناة موجودة كرامتكم مش كرامة حدا. هذه القناة مش لتشهر لا دانيال ولا جان ولا حدا. جان ترك شغله وقعد عم يستقبل دانيال ساعتين، جان عم يترك شغله ويستقبل فلان ساعتين، يعني انه شو ما بالنهاية كمان عنده شغله والبزنس تعوله ومصالحه يعني. فهيدي القناة للجميع، هيدي القناة لألكم بتنجح وبتستمر فيكم، فاطلعوا تفضلوا وحكوا أفكاركم وطرحوا أفكاركم وكفى خوف، لأنك هيك هيك ميت. عرايت اللمبي قال له أنا كده ميت وكده ميت، حخاف من إيه؟ أنت بجميع الأحوال ميت مقتول، مش عم تخاف. أنت حكيت ولا ما حكيت أنت مقتول، بمجرد ما تظهر أفكارك أنت شرعا مقتول، انتهينا. فاطلع كون شجاع، كون شجاع وطلع اطرح افكارك. وهي صحح لك منبر، يعني منبر جميل جدا، يعني جان قاعد عملنا شغلته وعملته جان، اطلع احكي وضح افكارك، اطلع افكارك عرض مسائلك بس. هذه يعني رسالتي للملحدين. يعني اما المستلحدين هذول قصه جان، هذول المستلحدين بقى تدير بالك منهم، هذول المستلحدين بتلاقي في تشتت. والمستلحدين هن اللي مشكله عم بي موقفين مثل ما بقولوا التقدم التكتيكي، خلينا نقول المستلحدين هذول فيلم هندي لحالهم، فيلم هندي بكل معنى الكلمه. المستلحدين شو يعني مستلحد؟ بيكون في مجموعه الحاديه عم تهاجم المسيحيين، بتلاقيه فايت عم بيشارك عم بيشارك عم بيشارك، بعدها باسبوع وبيعتبر الناشرين ابطال، بعدها باسبوع بينزل منشور على الاسلام بيظهر حقيقته الداعشي. وكذلك الامر المسيحيين، يعني انا عندي بالمجموعه في كثير مسيحيين بتلاقيهم عم بيهاجموا عم بيهاجموا عم بيهاجموا الانسان، بطرقهم منشور 2 3 4 10 على المسيحية اختفوا، يا طلعوا من المجموعة يا طلعوا من المجموعة يا هاجموك. طب امبارح انا كنت بطل عندك، امبارح انا كنت عم تضغط على ايدي وكمل كمل. روح حبيبي يا جبان، روح اعمل مجموعة اسميها المسيحية واهتوك فيها الاسلام، ما تجي تتخبى فينا لانه نحن شماعتنا ما بتحمل صراحة، يعني نحن جميعا مستهدفين ومستضعفين، فما بتحمل انه تجي تلزق فينا كمان يعني. روح اكون شجاع اكون بطل واعمل مثل ما نحن عم نعمل. والاصدقاء الملحدين الواجب بقى انه يطلعوا ويحكوا ويطرحوا افكارهم. جان في كتير ناس افكارها اجمل من افكارنا وعندها اكثر من احنا عندنا بكتير، بس ما بعرف ليش ما بتطلع بتحكي، ما بعرف شو اللي بيمنعها تطلع وتحكي. في ناس اذا قعدت تحكي بتحكي قد دانيال على مليون مره، وافكارها اجمل من دانيال بمليار مره واجمل من كل الموجودين حاليا. اشخاص بتكتب كلام رائع، ليش ما عم يطلعوا يحكوا؟ ما بعرف ليش ما عم يطلعوا يقولوا ويحكوا، ما بعرف. خايفان؟ خبي صورتك، خبي صورتك وطلع صوت وعدل شوي بنظام الصوت من عندك من الهانج اوت، بطل حدا يعرفك، بس اطلع احكي اثبت انه نحن موجودين. نحن مش 10 ولا 20، نحن عندنا صفحات مشاركين ب 7000 و 20000 و 15000، نحن عدد كبير. بس ليش هالخوف؟ بالضبط، يعني مثل ما بقولوا ليش هالخوف، يعني نحن كثير وفي ناس اثقف منا بمليون مره بصراحه، يعني نعم حقيقه. نحن مجرد هواه، ونحن مجرد مثل ما بيقولوا يعني تشجعنا فينا روح الشباب انه يا جماعه شفنا شفنا امتنا في الحضيض، نعلم وعينا فتحنا عيننا الدنيا، شفنا امتنا في الحضيض وصارت لنا وسيله. يعني فيسبوك، قبل الفيسبوك ما كنا نقدر نحكي اصلا، صوتنا لا يطلع، يعني مين اللي بده يطلع؟ يعني فنحن يعني صارت لنا الوسيله، الانترنت صارنا وسيله نقدر نوصل صوتنا. وانا متاكد في 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 مثل ما بقولوا آلاف المؤلفة من الملحدين المثقفين بشكل بكل معنى الكلمة، يفتخر فيه كل ملحد بثقافته يعني، ومع ذلك ما عم بيحكوا، في خجل في حسب ظروفهم. يا شباب يعني نتمنى منكم انه يعني راعوا شوي الآخرين. اوكي انت في وضع اجتماعي معين، يعني ما شرط انت تطلع وتظهر كل شيء، لا اعطي شيء لشيء، يعني مثلا قدام اصدقائك، قدام المهم يصير في حركه. اكتب يا اخي بنكنيم، اطلع عن معنى، اطلع بصوت فقط، وممكن نعير الصوت على شيء ثاني نحطه، يعني مو شرط نطالع صوتك انت، المهم نطلع ونحكي. ف يعني هي الرساله اللي انا بدي اوصلها والاخ دانيال كان بدي اوصلها، وصلها اكيد وصلت. وفي عندي شغلة تانية كمان، فكرة انه الانسان المؤمن اللي داخل لبس للشتائم، للأسف شفنا شتائم، على كل حال الشتائم لا تعبر الا عن اخلاق الشاتم، يعني الشتيمة تعبر عن اخلاق الشاتم فقط.
بس بدي أقولكم شغلة، يعني نحن عم نعرض أفكار، بدل ما تشتمني روح خد لك نص ساعة، بس نص ساعة بتريض وبحيادية، يعني اقرأ مثلا آية من الآيات، مثلا توبة 29 اقرأها وشوف، يعني خليك حيادي، اعتبر حالك جاي من المريخ او اعتبر حالك هندي احمر وجاي تطلع القرآن وتشوف شو معناتها الآية هاي. فخد لك نص ساعة حيادية وخد لك يعني مع كل آية نص ساعة حيادية وشوف بعدين، شوف يعني إذا كنا عم نكذب ولا نستاهل الشتم برأيك. والشتم يعني ما هي وسيلة حضارية يعني إنسان يحكي فيها. أخي دانيال أنا بدي أختم البرنامج، فإذا في عندك أي كلمة أخيرة تفضل. مرسي استاذ جون، مرسي كثير على الاستضافه الحلوه. يعني بشكل عام حكينا اللي عندنا، يعني هي الرساله كانت لاصدقائنا المحبين، هي منا مناشده، مش عم نترجى نحن، مش ضعفاء، بس انه في ناس يعني مثل ما حضرتك ذكرت قادره على الكلام بشكل رائع، قادره على ايصال الافكار، قادره على اعطاء اطروحات علميه اكثر مننا نحن، يعني نحن تخصصاتنا بعيدني عن المسالك العلميه الحساسه من فضاء الى اخره، كون الى اخره، ذرات، كيمياء، تخصصاتنا بعيدة شوي، نحن يمكن تخصصاتنا التكنولوجية، نتعلم بالتكنولوجيا، فما عم نقدر نقدم المطلوب أو المنشود للإثباتات وغيرين. فبس أنا هذا حبيت أقوله لأصدقائنا الملحدين، نتحركوا أكثر شوي، نتكاتفوا شوي، يعني اخرجوا من موضوع الغيرة من شخص إلى شخص آخر، يعني فلان، يعني كونوا أكثر وعي وكونوا أكثر تحرك وأكثر إنتاج. وخلينا نخفف شوي موضوع الدين، اخر هم موضوع الدين صار، يعني احنا انتقدناه بالدين، ما حدا قبلنا انتقده ولا حدا بعدنا حينتقده اساسا، ما بظن حدا حيقدر ينتقد بالطريقه اللي انتقدنا فيها، احنا خلص وصلنا للتوب 5 نحن. ف حان الوقت انه نبلش نحن نطرح افكارنا، نقدم اطروحات علميه، نقدم نحن شو ونتوسع اكثر. الدين مفروض بقى مسيحي اسلامي يهودي يصير ورا ظهرنا وننطلق الى ابعد ما هو، يعني ونحن مش ضعاف، يعني اللي بينظرنا ان نحن ضعاف، نحن حاكمين اوروبا، يعني اجمل الخرائط على وجه الارض هاي لنا، يعني اذا في واحد شوي مفتول بمخه يعني نحن حكمت اوروبا، واوروبا لنا، يعني اوروبا الحاديه بالنهايه، اوروبا لا دينيه او علمي، بمعنى علماني، بس اوروبا امريكا والصين كمان، نعم الدول العظمى لنا نحن، مش قلال يعني، بس نحن قلائل بالمجتمع والعالم العربي. بس المفروض كشرق اوسطيين وعرب، انا دائما بفصل بين الشرق اوسطيين والعرب لاني ذكرت السبب، نحن مش عرب، مفروض كمجتمع شرق اوسطي وكمجتمع عربي المفروض تطلعوا تحكوا لا تنوروا أصدقائكم، لا تمنعوا خيك يحمل سلاح وروح يقعد على الجبهة ضد خيه الشيعي أو ابن عمه الشيعي، لا تمنع خيك الكاثوليكي كمسيحي يحمل سلاح ويقعد على الجبهة ضد خيك البروتستانتي، المفروض يطلعوا يحكوا جنب، المفروض بقى يقدموا. بالنسبة لنا أنا وطني أوروبا وبلدي أوروبا، يعني أنا هون عايش بعمل اللي بدي إياه ضمن ضوابط القانون، بعمل اللي بدي إياه، يعني بحكي بتكلم اللي بدي إياه، المفروض هني يستيقظوا جنب لا أكثر ولا أقل. هاي رسالتي، ميرسي على الحلقة، مثل ما بقولوا هاي رسالتنا، ونحن ما لنا ضعفاء بكل معنى الكلمة. أنا لما بقول أرجوكم أنا عم بوجه الخطاب لأخوتي لأهلي، يعني بين الأهل والأخوة ما أظن يكون في مسألة أنه نحن ضعفاء ولا غير ضعفاء، نحن أقوياء بفكرنا، أقوياء بعقولنا، أقوياء بتفكيرنا، يعني العصر الحديث كله يشهد لنا أنه نحن زعماء هذا العصر ونحن أبطال هذا العصر بعقولنا وبتفكيرنا. على كل حال شكرا كثير أخي دانيال، وشكرا لكم أعزائي المشاهدين، نلتقيكم في حلقة قادمة، إلى اللقاء. مرسي باي.